هحاول على الصوت شوية أو على المايك، مفيش مشكلة. تمام، حد تاني مش سامع كويس، الصوت واطي، الصوت بيقطع، الصوت مش واضح، يا ريت بس عشان ما نقعدش نتكلم في موضوع الصوت ده كتير. أنا عارف إن هو في ناس فعلا يا إما الإنترنت بيبقى عندهم ضعيف، يا إما عندي أنا، يا إما بيروح ويجي، فمعلش. تمام، حابب بس نتكلم بقى بسرعة كده عن الكلينيكال فارماسي، مش هطول عليكم، بس حابب ان ننظر للموضوع بمنظور مختلف شوية. في مننا اللي لهم فترة قليلة، وفي مننا اللي بيشتغلوا وبيمارسوا المهنة بقالهم فترة طويلة، سواء في مستشفيات أو في صيدليات. فمفهوم الكلينيكال فارماسي اتغير طبعا زي ما كلنا عارفين، من كونه برودكت اورينتد او دراج اورينتد الى انه اصبح بيشنت اورينتد. انا يهمني في الاول وفي الاخر مصلحه المريض رقم واحد. انا اسمي كده صيدلي اكلينيكي، لو انتوا عارفين الترجمه الحرفيه بتاعتها، لو حد كده بص في الوظائف المطلوبه في الخليج بيقولوا عليه صيدلي سريري. سريري يعني بيروح للعيان في السرير بتاعه، مش بس بيبص على الروشتة بتاعة العيان، مش بيبص على الملف بتاعه وهو قاعد في صيدليته ولا هو قاعد في مكتبه، لا، ده واحد بيبص على العيان، يشوف ايه السيمتومز اللي باينة عليه، بيشوف ايه الساينز اللي باينة على العيان بتاعي، بيعمل مونيتورنج لكل حاجة، بيتكلم مع العيان، بياخد منه الميديكيشن هيستوري، بيعمل له بيشنت كونسلنج وهو داخل وهو خارج. الموضوع كبير والقصة لذيذة، إن الواحد يبقى قلبه على العيان دايما ويتعامل معاه كهيومن بينج، مش ككيس أو مش حالة كذا أو الأوضة رقم كذا، لأ، أنا كل شغلي على المريض. من ضمن شغلي إن أنا بعمل ثيرابيوتيك بلاننج، إزاي إن أنا أحط فارماسيوتيكال كير بلان، خطة علاجية للعيان بتاعي، وابقى عارف كويس ايه الهدف من العلاج بتاعي. علشان ما نطولش عليكم ندخل في موضوعنا النهارده اللي هنتناوله بشيء مختلف. يمكن الكونتنت اللي احنا بنشرحه ده منهج البورد الامريكي، هنلاقي حاجات مش موجوده عندنا في مصر، احتمال ممكن حاجات تبقى موجوده مش جاي سيرتها قوي، احتمال برضه، بس احنا هنحاول نكستمايز الموضوع على قدنا على قد ما نقدر. مبدئيا كده النهارده هنتكلم عن موضوع الاندوكراين اند ميتابوليك ديس اوردرز. اندوكراين يبقى شغلنا كله هيبقى الغدد الصماء والهرمونات. هنتكلم النهارده لمده ساعتين ان شاء الله، ومتوقع مني ان انا اتكلم في الموضوع ده لمده 4 محاضرات. 4 في 2 يعني 8 ساعات إن شاء الله. اندوكراين جلاندز، إيه الفرق ما بين اندوكراين؟ لما بنقول اندوكراين يبقى أكيد في حاجة اسمها اكسوكراين. اندوكراين جلاندز اللي هي بتعمل إيه؟ أو إيه الفرق ما بينها وبين الاكسوكراين جلاندز؟ يلا بقى الناس ترد. محدش بيرد، هو واضح هو صوتي مش مسموع. ايوه بقى،
تفرز هرمونات. طب ما الاكسوكراين جلاند بتفرز هرمونات، يعني بدأت تفرز الهرمونات مباشرة للبلاد ستريم، وده اللي بيميزها عن الاكسوكراين جلاندز. هي الاندوكراين فعلا بيسموها داكتلس، يعني ما فيهاش داكتس، بتخرج الهرمونز بتاعتها دايركتلي للبلاد. دي الغدد اللي هنتكلم عنها على مدار المحاضرات بتاعتنا. طب الاكسوكراين جلاندز اللي هي ايه؟ اللي هي ليها داكتس زي السليفري جلاندز، زي الماماري جلاندز، زي السويت جلاندز، زي بعض الجلاندز الموجوده في الجي اي تي، دي كلها اكسوكراين جلاندز مالناش دعوه بيها النهارده. هنتكلم كل شغلنا عن الاندوكراين جلاندز. ما دام قلنا اندوكراين جلاندز يبقى انا بتكلم في هرمونز. طيب ايه الموضوعات اللي هنتكلم عنها في الهرمونال ديس اوردرز؟ اول حاجه النهارده هنتكلم عن الدايابيتس ميليتس وكيفيه علاج كومبليكيشنز او مضاعفات مرض السكر. يمكن موضوعنا ده من كبير جدا من كلنا بنتعامل معاها، مفيش حد مفيش في عيلته عيان مريض سكر. من الحاجات اللي هنشوفها سواء بقى بتشتغل في مستشفى، بتشتغل في صيدليه، بتشتغل في مركز طبي، بتشتغل في وحده صحيه، هتشوف عيان دايابيتس، لانه من الامراض الموست كومن سواء في مجتمعنا او في العالم كله. طيب بعد كده بقى على مدار المحاضرات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم بقى في الثايرويد ديس اوردرز، هنتكلم في البيتيوتري جلاند ديس اوردرز، هنتكلم عن الادرينال جلاند ديس اوردرز، هنتكلم شويه عن الاوبيزيتي، وهنتكلم عن حاجه اسمها البوليسيستيك اوفري سيندروم او تكيسات المبايض لو كان في فرصه ان احنا نتكلم. طيب قبل ما اتكلم لازم ابقى كده منظم في كلامي وابقى عارف ايه الليرنينج اوبجكتيفز، يعني ايه الحاجات اللي انا مطلوب مني ان انا اعرفها، هتعلم ايه النهارده، هتخرج معايا، هتخرج من عندي بايه. هنعمل ديفرنشيشن وهنفرق ما بين الانواع المختلفه للدايابيتس ميليتس ما بين تايب 1 وتايب 2. طيب بعد كده هنستعرض سويا الثيرابيوتيك ايجنت، كل العلاجات او كل الادويه اللي من شأنها ان هي بتعالج مرض السكر. بس كده؟ لا طبعا، هنتكلم عن الانسولينز بشكل مفصل، الفرق بينهم وامتى نستخدم كل واحد فيهم، والاهم عندي ان انا to select the appropriate treatment and monitoring options for a given patient. كلام كبير وكلام مهم جدا. يعني مفيش حاجه اسمها قول لي كده ايه العلاج بتاع الدايابيتس اللي انت عارفه، والله ده في سلفونيلوريز اللي هي الدايماكرون الامارين، وفي ميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، وفي حاجه ثانيه اسمها دايافانس ولا ما اعرفش ايه، وفي حاجه اسمها افانديا، وفي حاجه اسمها بلوستين، وفي حاجه اسمها جنوديا. لا طبعا مش كفايه ومش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين ازاي اختار العلاج المناسب للمريض اللي داخل لي. انت عندك مريض متشخص انه مريض دايابيتك، عايز تختار له العلاج بتاعه، هتعمل ايه؟ بناء على ايه؟ هتختار العلاج المناسب للعيان ده. هل هو هيستخدم دواء واحد ولا دوائين؟ بجرعات قد ايه؟ هنبتدي بمين؟ وهنزود ايه؟ وهننقص ايه؟ واهم من ده كله المونيتورنج اوبشنز. هل انا بدي العلاج بتاعي واتكل على الله سلام عليكم وبجري؟ لا طبعا، ده انا دوري بقى كله فين؟ الديسيجن ميكنج، ان انا ازاي انشيت او ابتدي العلاج وبعد كده تو مونيتور العلاج بتاعي. طيب همونيتور يعني هتابع، هتابع ايه بقى بعناية الاثنين؟ هبص على حاجتين مهمين جدا، طالما قلت مونيتورنج يبقى مونيتورنج سيفتي افكاسي او افكاسي قبل السيفتي. هل العلاج اللي انا اديته فعال؟ هل هو حقق الثيرابيوتيك جولز اللي انا منتظرها منه؟ انا منتظر ايه من العيان اللي عنده مرض السكر؟ ان انا ظبط له نسبه الجلوكوز في الدم مثلا، هل الدواء بتاعي حقق لي الموضوع ده ولا ما حققش؟ يبقى اول حاجه انا عملت مونيتورنج للافكاسي، الدواء كان افكتيف ولا لا؟ طب لو ما كانش افكتيف يبقى محتاج ان انا ازود دوز، اختار دواء تاني بلس الدواء الاولاني، استخدم كومبينيشن وهكذا. طيب الناحيه الثانيه، هل في دواء امن 100%؟ الاجابه طبعا لا. يبقى بالتالي لازم في مونيتور السايد افكتس او الادفيرس افكتس بتاعت كل دواء، وبالتالي السيفتي بتاعته. يبقى انا لما اقول مونيتور يبقى مونيتور حاجتين مهمين جدا، الكلام ده نكتبه بقى باحرف كده من ذهب، اللي هو ايه بقى؟ مونيتور سيفتي. وازاي ان انا اختار العلاج بتاعي فور ا جيفن بيشنت؟ جيفن بيشنت يعني مريض داخل لي بتحاليل معينه، داخل لي كوموربيديتيز او بامراض ثانيه غير مرض السكر،
داخل لي بسن كبير او صغير بظروفه كلها شكلها ايه، ازاي اللي افصل او اكستمايز او اندفيدولايز العلاج بتاعي على مقاس العيان ده. ودي فكره الصيدله الاكلينيكيه، مفيش حاجه ستاندرد، مفيش حاجه اسمها طقم علاج ينزل للعيانين كلهم زي بعض، لا كل واحد ليه ظروفه وليه تحاليله وليه الامراض اللي عنده، وبالتالي انا بفصل العلاج بتاعي على مقاس البيشنت اللي قدامي. اخيرا هنتكلم المره الجايه بقى ان شاء الله عن كيفيه علاج وتفادي المضاعفات بتاعه مرض السكر. مرض السكر كون ان واحد يبقى سكره عالي ما هياش في حد ذاتها حاجه يعني مضره قوي. ايه سكرك عالي؟ يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي لما سكري يبقى 200 مثلا ولا 250؟ الفكره كلها الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعه مرض السكر. طيب علشان ما نطولش اكتر نتكلم عن دايابيتس بليتس، كلام بقى بالحروف اللاتينية أو باللغة اللاتينية. دايابيتس يعني excessive urine، وده أكثر الأعراض اللي بنشوفها على مريض السكر. poliuria، عيان بيدخل الحمام كتير عنده excessive urination. طيب بليتس يعني إيه؟ يعني في شجر أو في سويت أو في هوني، يعني العيان ده عنده جلوكوز بينزل في اليورين. لما تاخده كده تعمل له تحليل يورين هتلاقي ان هو عنده جلوكوز في اليورين. يبقى ده اللي بيفرق ما بين الدايابيتس ميليتس وبعض الانواع الثانيه او نوع ثاني اسمه دايابيتس انسيبيدس، ملوش علاقه بالموضوع ده غير ان هو بس العيان بيكون يوريا، ولكن لسبب ثاني مش هنتكلم عنه دلوقتي علشان ما نلخبطش حد. طيب طالما انا اتكلمت عن الدايابيتس يبقى تتوقعوا كده ايه الهرمون اللي هتكلم عنه؟ اكيد كلكم هتقولوا هو هرمون الانسولين. مسؤول عن ايه بقى؟ قبل ما نتكلم عن الديفيشنسي في الانسولين يبقى احنا عارفين الاول الانسولين اصلا بيعمل ايه عندي. الانسولين هو المسؤول عن ان هو بيريجليت وينظم لي الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات بتاع الفاتس. اهم دور للانسولين ان هو اللي بياكل جلوكوز يدخله جوه السيلز او يخلي السيلز تيك اب الجلوكوز علشان تعمل له كونسبشن او علشان تبتدي تستخدمه علشان يولد انرجي اللي احنا بنحتاجها كلنا. الهدف الرئيسي او الدور الرئيسي للانسولين ان هو بينقل الجلوكوز يدخله جوه السيلز علشان تبتدي تعمل له تيك اب وتبتدي تشتغل عليه علشان يخرج او يطلع انرجي. طيب بيعمل ايه كمان الانسولين؟ بيقلل مستوى السكر في الدم طبعا عن طريق بقى ان هو بيعمل ايه؟ بيقلل عمليه الجلوكونيوجينيسيس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الليفر وانت عين حضرتك بيبتدي يصنع او يخلق الجلوكوز من اللاشيء. وبالتالي الانسولين من ادواره ان هو بيقلل عمليه الجلوكونيوجينيسيس او بيقلل عمليه تصنيع الجلوكوز بواسطه الليفر. طيب هو الجلوكوز الزياده بيتحول لايه في الليفر عندي؟ كلنا هنقول ان هو بيتحول الى جلايكوجين. وبالتالي الانسولين علشان يقلل من مستوى الجلوكوز في الدم بيتخلص منه انه بطريقه ان هو يحول الاكسس جلوكوز الى جلايكوجين، وهو بيقلل عمليه تصنيع الجلوكوز اللي هو الجلوكونيوليسيس، يعني تصنيع الجلوكوز من اول وجديد، وفي نفس الوقت بيزود الستورج بتاع الجلوكوز في الليفر على شكل الجلايكوجين. طيب اهم دور بقى اتكلم عليه ان هو بيزود البريفرال ابتيك اوف الجلوكوز في السكيلتال ماسلز الاديبوز تيشو، بمعنى ان هو بياخد الجلوكوز يدخله جوه السيلز علشان يبتدي يتحرق ويطلع الجلوكوز. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيقلل مستوى الجلوكوزون اللي هو بيعمل عكس الحاجات دي كلها ويزود لي السكر في الدم. اخيرا بقى واهم حاجه او من الحاجات المهمه ان هو بيقلل عمليه اللايبوليسيس. اللايبوليسيس يعني ايه؟ يعني تحلل الدهون. طول ما انا عندي الانسولين ليفلز في مستوياتها المعهوده او الطبيعيه بيمنع ريل او تحلل الفاتي تيشوز او الليبيدز اللي عندي. ما هو انا عندي حاجه من الاثنين، الجسم محتاج انرجي. اول حاجه بيبتدي يلجا لها ان هو يحرق ايه؟ الكربوهيدرات. طيب فرضا ان الكربوهيدرات مش موجوده او ان انا مش عارف ادخل الكربوهيدرات والسيلز اللي الدور اللي كان بيعمله الانسولين، وبالتالي مفيش حاجه عارفه تدخل الكربوهيدرات او الجلوكوز بقى جوه السيلز علشان يتحرق،
وبالتالي الجسم هيجيب منين؟ مش قدامه غير ان هو يحرق الفات تيشوز، وبالتالي هيبتدي يحصل عمليه اللايكوليس. ولكن طول ما انا عندي الانسولين في مستوياته هيمنع عمليه اللايكوليس انها تحصل. تعالوا بقى نكلاسيفاي او نصنف ونقسم الدايابيتس الى نوعين، تايب 1 وتايب 2. بيسموه انسولين ديبندنت. انسولين ديبندنت ليه؟ علشان العيان اللي عنده تايب 1 معتمد على الانسولين، ما ينفعش العيان ده يتعالج بحاجه غير الانسولين. ودي القاعده اللي هنتكلم عنها في الاندوكراين في الهرمونز، ان لو انت عندك ديفيشنسي في هرمون معين هيبقى الحل ان انت تعمل له ايه؟ تديله الهرمون ده من بره اللي هو بنسميه هرمون ريبليسمنت ثيرابي. يبقى العيان اللي عنده تايب 1 دايابيتس ملوش حل غير ان هو ياخد انسولين. طيب تايب 1 بيحصل لمين؟ بيحصل غالبا للاطفال الصغيرين او بيبتدي في فتره التشايلد هود او الايرلي ادلت هود. بيسموه كمان جوفينايل اونست علشان هو بيبتدي في السن الصغيره. نتيجه ايه بقى التايب 1 دايابيتس؟ بيبقى نتيجه اوتو اميون ديزيز. يعني ايه اوتو اميون ديزيز؟ حد معايا يا جماعه؟ طيب تمام، يبقى الجسم بيطلع انتي بوديز اجينست السيلز بتاعته. الجسم هيطلع انتي بوديز هتهاجم مين؟ هتهاجم البنكرياتيك سيلز او البيتا سيلز بتاعت البنكرياس اللي هي بتخرج الانسولين، ما بتعمله ديفيشنسي في السكريشن بتاعته. نعمل له ايه؟ نديله انسولين من بره. الكلام ده بيحصل كتير، بيحصل بنسبه 5 الى 10% من المرضى كلهم. نسبه قليله وغالبا بيكون للاطفال. طيب هيظهر على العيان ده اعراض الدايابيتس، هتظهر من اول يوم او هتظهر بشكل مبكر جدا. طيب الانسد بتاعت الديزيز بتبقى سريعه ولا بطيئه؟ لا بتبقى سريعه وبيبان على العيان ده الاعراض كلها. يبقى تايب 1 اوتو اميون ديزيز انتي بوديز بتهاجم البنكرياتيك سيلز تخليها ما تخرجش الانسولين او ما تفرزش الانسولين بالشكل المطلوب، وبالتالي العيان ده ما عندوش انسولين، هيعتمد على الانسولين ان انا اديله انسولين اكسوجينوس من بره. سيمتومز هتظهر؟ ايوه هتظهر. الانسد بتاعت الديزيز بتحس المشكله ما كانتش deficiency في الانسولين. اساس المشكله كانت فين؟ اساس المشكله حاجه بنسميها انسولين ريزيستنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسولين موجود فعلا ولكنه مش قادر ان هو يشتغل. الريسبتورز بتاعت الانسولين فيها مشكله، السنسيتيفيتي بتاعت السيلز للانسولين فيها مشكله. الانسولين موجود، البنكرياس بيطلع انسولين، ايوه بيطلع، ولكنه قدر يشتغل مش قادر يمسك الجلوكوز يدخله لي جوه السيلز علشان يتحرق ويطلع لي الانرجي. طيب البنكرياس هيتصرف ازاي؟ لو هو بيطلع انسولين والانسولين ده مش قادر يشتغل، هيكون رد الفعل الطبيعي ان هو هيبتدي يزود من افرازه لهرمون الانسولين. علشان يلاحق على الانسولين اللي هو ضعيف مش قادر يشتغل، هيبتدي يزود في افرازه لهرمون الانسولين لغايه لما يحصل عملية اكزيشن او ارهاق، او بالبلدي كده من البنكرياس خلاص يشطب انسولين، وبالتالي بقى يتبعه ديفيشنسي في السكريشن بتاع الانسولين. يعني الموضوع بيبتدي بايه؟ الموضوع زي ما احنا شايفين كده ريزلتس فروم انسولين ريزيستنس، ده الكلام المبدئي، والسبسيكونت يعني يتبعه بعد كده ديفكت في الانسولين سكريشن. الكلام ده بيحصل امتى؟ للناس الادلتس، وده اللي احنا بنسميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. يبقى نتيجه انسولين ريزيستنس. من الحاجات اللي بتزود بقى الانسولين ريزيستنس او بتتسبب في الانسولين ريزيستنس ممكن يبقى الاوبيزيتي، الناس الاوبيز، ممكن يبقى جينيتك فاكتور، ممكن يبقى بريجنسي. نسمع عن حاجه اسمها سكر الحمل، هنتكلم عنها حالا. او ستريس، يقول لك ده واحد ده زعل جدا وكان زعلان قوي فجاله سكر او سكره عالي.
الكلام ده بيحصل في قد ايه بقى التايب 2؟ من 90 ل 95% اللي هم الميجوريتي بتوع العيانين اللي احنا بنشوفها. طيب هل المرض ده او التايب 2 يبقى سيمتوماتيك؟ الفيزي كده كلها ظاهره او سيمتومز لسه هنتكلم عنها حالا، هل بتبقى ظاهره كلها؟ لا للاسف بيبقى غالبا اسيمتوماتيك، يعني مفيش سيمتومز واضحه ظاهره كده على العيان بتاعي، بالاضافه الى ان البروجريشن بتاع الديزيز عكس التايب 1. التايب 1 بيبقى رابيد اونست، هنا بيبقى سلو اونست، ممكن يحصل اوفر من 5 ل 10 سنين. وبالتالي العيان بتاعي له سكر، السكر عمال بيهري في جدته وهو مش حاسس ولا في سيمتومز، البروجريشن بتاع الموضوع ده ضعيف. اكتشف الموضوع ده امتى؟ لما تبتدي تظهر المضاعفات بتاعته. انا والدي من كام شهر اكتشفنا انه مريض سكر. اكتشفنا الموضوع ده ازاي؟ هل ظهرت عليه بعض الاعراض؟ لا خالص. اللي حصل ان هو بدأ يشتكي من ايه؟ حد كده يقول لي ممكن بدأ يشتكي من ايه؟ انا مستنيك. لا مش عينيه، ولا العطش، ولا بيدخل حمام كتير، لان دي الاعراض التيبيكال سيمبتومز، ولا زغلله، دوخه، التهاب الاعصاب وتنميل في الاطراف. برافو يا دكتوره رحمه، برافو يا دكتوره همس، برافو يا دكتور بي اتش بسمه. تمام، بدا يشتكي من تنميل في الاطراف وحرقان وتنجلينج سنسيشن، نتيجة إيه بقى؟ نتيجة إن السكر بدأ يظهر المضاعفات بتاعته. رحنا لواحد بتاع نيورو أو حد بتاع دكتور أعصاب، قال له أنت ما عندكش مشكلة كأعصاب، يعني أنت تروح تعمل لي حاجة اسمها هيموجلوبين سكري أو هيموجلوبين إيه إم سي، وتقول لي إيه الأخبار. ولما عملناه اكتشفنا فعلا إن هو مريض سكر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو مريض سكر بقاله كام سنة وإحنا ما نعرفش ولا هو يعرف. هو مفكرش كده ان هو يعمل اي تحاليل، وده كان غلط. للدرجه اللي وصل فيها ان هو مضاعفات مرض السكر والكومبليكيشنز بتاعته النيورو لوجيكال كومبليكيشنز او النيوروباثي بدا يظهر عليه. علشان كده بنقول ان هو اسيمتوماتيك وليد سلو. طب ايه الاعراض بتاعت مرض السكر؟ اولا كده عشان احنا قلنا دايابيتس يعني بوليوريا، يعني العيان ده عنده اكسسيف يورينيشن، وقلنا ميليتس يعني اليورين عنده في شوجر. شوجر ده جه ازاي؟ اتفقنا ان هو مش انسولين، يا اما الانسولين مش قادر يشتغل، فالجلوكوز ما عرفش يدخل جوه السيلز، الجلوكوز اللي انا اكلته ما عرفش يدخل جوه السيلز، فارتفعت نسبته في البلد. وبعد ما ترتفع نسبته في البلد هيحصل ايه؟ حاجه اسمها الرينال ثريشولد بتاع الجلوكوز في الكبد او في اليورين، بمعنى ان الجلوكوز من الطبيعي، هل من الطبيعي ان انا اخد عينه بول لعيان او لشخص طبيعي الاقي فيها جلوكوز؟ الكلام ده مش المفروض ان هو يحصل. طب هيحصل امتى؟ لما مستوى السكر يزيد عن ليفل معين، غالبا بيبقى 180 ميلي جرام بير ديسيليتر، يبتدي بقى بعد كده يفوق قدرة الكدني ان هي ترجع الجلوكوز ده مرة تاني للبلد، ويبتدي بقى ان هو خلاص فقدنا السيطرة عليه، يبتدي ان هو يظهر لي في اليورين. ولما الجلوكوز يظهر في اليورين هيحصل ايه؟ هيحصل جلوكوز يورين. طيب يعني الاوزمولاريتي بتاعت اليورين هتبقى ايه؟ هتبقى عالية، وبالتالي هيخرج الجلوكوز ده لوحده؟ لا، هيشد قصاد منه كتير من التالي، ده اللي هيعمل لي حاجه اسمها اوزموتيك دايوريسيس، او هيتسبب في البوليوريا او في الاكسسيف يورينيشن. يبقى بالتالي هنلاقي العيان ده عنده الساينز اللي هو فيه جلوكوز في اليورين، هنلاقي فيه بوليوريا. البوليوريا دي هتسبب له في نوع من الديهايدريشن، كريفلكس ميكانيزم الجسم هيبتدي يتصرف علشان يعوض اللي فقده من اليورين او من الووتر في اليورين، يبتدي ان هو بيديلك احساس بالعطش او بالثيرست، وده تفسير ان عيان السكر دايما يبقى ريق وناشف. الجلوكوز ما بيتحرقش، وبالتالي العيان ده هيبقى عنده نوع من البوليفيجيا او ان هو لعان على طول. يحصل ويت لوس نتيجه ان خلاص الجلوكوز بيتحرق، انرجي هجيب منين؟ انرجي اخد منين؟ احرق وكسر
الفاتي تيشوز، وبالتالي تلاقوا العيان ده عمال بيخس، يبقى هيبقى فيه بوليوريا، هيبقى فيه بوليديبسيا عطش، هيبقى فيه بوليفيجيا بيجوع، هيبقى فيه كمان ويت لوس. فرقنا ما بين تايب 1 وتايب 2، وقلنا تايب 1 انسولين ديبندنت وتايب 2 نون انسولين ديبندنت، وبسبب الانسولين ريزيستنس يتبعها ديفكت في الانسولين سيتويشن. في انواع ثانيه مش لازم ان احنا نعرفها، ماتيريتي اونست اوف ديان مش مهم قوي، يهمني بقى هنا الجستيشنال دايابيتس او سكر الحمل. بنسمع ان واحده كانت بريجننت مره واحده كده حصل لها ان هي سكرها عالي وبقت شبه المريض بسكر. الكلام ده بيحصل امتى؟ في اول الحمل ولا في اخره ولا في نصه؟ بيحصل في اواخر الحمل، في الترايمستر او في الثلث الثالث والاخير، بدايه من الاسبوع ال 28 او من ال 24 يمكن بيبتدي بقى يحصل الجستيشنال دايابيتس او سكر الحمل. طيب جستيشنال دايابيتس ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ سؤال محتاج له اجابه. العيانه اللي كانت بيشنت اللي كانت بريجننت وبقت عندها جستيشنال دايابيتس او سكر حمل بعد الولاده هترجع نورمال ولا هتبقى مريضه دايابيتس بشكل كرونيك؟ انا منتظر الاجابه. هترجع عاديه ولكن نسبه 4%. معرضين ان هم يكملوا ويبقوا كرونيك دايابيتيك بيشنتس. تمام؟ برافو. طيب في حاجه بقى ثانيه اسمها بري دايابيتس. بري دايابيتس اللي هو كده ما قبل ان هو العيان ده يبقى دايابيتيك، بمعنى ان هو تحاليله مش مظبوطه، هي مش نورمال ولكنها ما وصلتش للدرجه اللي تخليني اشخصه على انه عيان دايابيتس فعلا، ولكن احتاج حرص شديد لعين اللي هو بنسميه بري دايابيتس، يعني ما قبل الدايابيتس، يعني هو داخل على انه يبقى دايابيتس. طيب اذر تايبس من الدايابيتس يبقى بقى ديزيز في البنكرياس، انفلاميشن او بناين تيومر في البنكرياس او فايبروزس، بعض الادويه اللي ممكن تعلي البلاد جلوكوز زي اشهر حاجه طبعا الكورتيكوستيرويدز، بعض الادويه الانتي فايرال، بعض الاتيبيكال انتي سيكوتكس. طبعا زي ما انت قلت في الجستيشنال دايابيتس الموضوع محتاج مونيتورنج، وانا بيعجبني جدا الناس اللي بتقول مونيتورنج. دكتوره عائشه طبعا اهلا بيكي. يهمني جدا لما بقول مونيتورنج يبقى انت راجل بتفكر بشكل بروفيشنال، او انت راجل بدات بقى دماغك تتسيستم ان انت تبقى كلينيكال فوكست. طيب قصة الراجل اللي قلت لكم عليه اللي هو والدي اللي هو اكتشف حديثا ان هو مريض دايابيتس، هو سنه في الخمسينات مثلا والله ما فاكر، ولكن ايه المشكلة وليه اكتشفنا الموضوع ده متأخر لما الفيس وقع في الراس ولما الكومبليكيشنز بدأت تظهر؟ علشان الراجل ده ما اتعملوش حاجة اسمها سكريننج، او ما بدأناش ان احنا نتعامل معاه بالشكل المطلوب. اي عيان في الدنيا محتاج ان احنا نعمل له، او اي population او مجموعه من الناس حتى الطبيعيين محتاجين نعمل لهم سكريننج. سكريننج يعني زي فلتره كده او تنقيه، ازاي ان انا اختار العيان ده بالذات واقول عليه كده انا قدامي كده 84 واحد ما شاء الله كلنا كده من الشباب، افترض يعني افترضوا كده ان في حد فينا دايابيتك، مين كده اقول ان انت تعالى انت شكلك كده دايابيتك، نعمل لك شويه تحاليل ونتاكد، ولا ناخد الناس دي كلها نعمل لها كده تحاليل بشكل دوري عاطف الوتر، ولا نقول كده على كام واحد مننا لا انت تعالى شكلك كده يدي على انك تبقى دايابيتك، تعالى لما اعمل لك شويه لاب تيستس نشوف اذا كنت انت دايابيتك او لا. ده اللي احنا بنسكريننج من خلال الساينس، او بدون وجود الساينس والسيمتومز من خلال فاكتورز معينه اقدر ان انا احكم او اتنبا ان انت والله كده ايه يجي منك ممكن تبقى دايابيتك، لا تعالى اما نشوف ايه الاخبار. طبعا في التايب 1 احنا اتفقنا ان هو العيان بيبقى
سيمبتوماتيك، يعني السيمبتوم دي ظاهره قدامي فيها بشكل كبير، مش هحتاج قوي موضوع السكريننج. ولكن بقى يهمني جدا التايب 2، العيان اللي هو ممكن يبقى دايابيتك وانا مش عارف. اي واحد في الدنيا سنه معدل 45 سنه، تعالى ناخدك نعمل لك التحاليل دي، لان انت فوق سن ال 45 معرض ان انت تبقى دايابيتك. طيب هل معنى كده الكلام ده هنعمل له كل 3 سنين؟ لو كان لقيته نورمال اعمل له كل 3 سنين اعاد التحاليل بتاعته علشان اتاكد ان هو مش دايابيتك. طيب هل معنى كده ان اي حد اصغر من 45 سنه ملوش فرصه يعني ان هو يبقى دايابيتك، او ما عندوش احتماليه ان هو يبقى دايابيتك؟ لا طبعا، حد اصغر من 45 سنه ولقيت ان البادي ماس اندكس بتاعه اعلى من 25، بمعنى كده بين قوسين كده ان هو اوفر ويت. اتفقنا ان الاوبيزيتي من الفاكتورز اللي ممكن تعمل لي ايه؟ انسولين ريزيستنس، وبالتالي تدخل لي العيان ده ان هو يبقى دايابيتك. ومعايا بقى ريسك فاكتورز تاني، يعني انا لما بقول سكريننج كاني كده بحط ريسك فاكتورز، بقول مين فيهم اللي هو عنده ريسك فاكتورز تؤهله ان هو يبقى دايابيتك واخد بالي منه. طيب البادي ماس اندكس ده مقياس للاوبيزيتي او للوزن او معدل الوزن الطبيعي بالنسبه للطول. لو احنا بصينا على دكتور احمد، انت بقى اللي هتقول لي بيتحسب ازاي؟ من خلال اليونتس بتاعته. اليونتس بتاعته ايه بقى حضرتك شايف هنا مكتوب ايه؟ كيلو جرام على متر سكوير. رد عليا من فضلك وقول لي هنحسبه ازاي. انا راجل وزني 70 كيلو وطولي 170 سنتي، احسب البادي ماس اندكس بتاعي ازاي؟ يبقى الوزن بالايه بقى؟ الوزن بالكيلو جرام اللي هو 70 على مربع الطول بايه يا جماعه؟ محدش ينسى، مربع الطول للمتر 1.7 كلها سكوير. طيب نورمالي ان البادي ماس اندكس بتاع الشخص الطبيعي ان هو يبقى من 18 ل 25، اكتر من كده لا، حضرتك انت كده بقيت اوفر ويت، اكتر واكتر بقيت اوبيس. كل واحد بقى يبتدي كده يجيب كالكوليتر ويحسب البادي ماس اندكس بتاعه ويحتفظ بيه لنفسه. علشان يشوف ايه الاخبار. طيب يبقى واحد اصغر من 45 سنه، اتفقنا اكتر من 45 سنه هناخده نعمل له التحاليل دي. طيب اللي هنقول عليها يعني اقل من 45 سنه واوبيز، لا انت عندك احتماليه لو عندك بقى واحد من الريسك فاكتورز اللي لسه هنقول اللي هم ايه؟ عندك هيستوري اوف كارديو فاسكولار ديزيز، ضغط بقى، قلب، اتريال فايبريليشن، انجينا، الكلام ده كله. امبيرد جلوكوز توليرانس اند امبيرد فاستنج جلوكوز، محدش يستعجل لو هنفهم الكلام ده يعني ايه. يعني هو بري دايابيتس، يعني لو عنده امبيرد جلوكوز توليرانس او امبيرد فاستنج جلوكوز، يعني بيصحى من النوم يلاقي نفسه سكره عالي، ده امبيرد فاستنج جلوكوز. طب امبيرد جلوكوز توليرانس يعني جسمك بيتوليريت او بيتحمل ازاي الجلوكوز اللي انت بتاكله، يعني بعد الاكل اقيس لك سكرك بعد الاكل بساعتين الاقي ان هو اعلى من المعدلات الطبيعيه. امبيرد يعني عادي شويه اكتر من النورمال، ولكنه ما وصلش للدرجه اللي تخليك تشخص على انك دايبت. بين قوسين كده القوانين دي معناها ان هو في دايابيتس. بيصحى من النوم سكره عالي، اتفقنا ان هو اعلى من النورمال ولكنه مش للدرجه اللي تخليني اقول ان هو دايابيتك. هنقول الكلام ده بقى بالارقام كمان شويه. طيب هيستوري اوف كارديو فاسكولار ديزيز، امبيرد جلوكوز توليرانس او امبيرد فاستنج جلوكوز اللي هو بين قوسين بري دايابيتس او ما قبل الدايابيتس. واحده في 100 عندها كونسن سندروم او تكيسات على الموبايل، واللي غالبا بتبقى نتيجه انسولين ريزيستنس، وغالبا بتبقى العيان دي اوبيز ودايابيتك جروب. حد بقى الليبيد بروفايل بتاعه متلخبط، دي ان اللي هو الجود كوليسترول اقل من 35، او نسبه الترايجلسرايدز الدهون الثلاثيه اعلى من 250. حد عنده هايبرتنشن، واحده كان عندها جيستيشنال دايابيتس وهي اوبيز، ففي احتمال كبير جدا زي ما اتفقنا ان هي تعمل وتبقى كرونيك تايب 2. يا اما هي ديليفرد بيبي ولدت بيبي وزنه اكتر من 4 كيلو، ايه العلاقه بان هي تولد يعني ايه المشكله؟ معنى ان هي ولدت بيبي وزنه اكتر من 4 كيلو يعني البيبي ده كان ايه؟ كان بياخد شوجرز كتير، معنى كده ان هي ما كانتش كنترول، وبالتالي عندها فرصه اكتر
ان هي تبقى دايركت. بعض الريسز بقى اللي بيبقى ليها هاي ريسك، الناس الافريكان امريكان، الناس اللي هم البلاك امريكان، اللاتينز، نيتف امريكان او الايجن امريكان. لو حد عنده فيرست ديجري ريليتيف، اب او ام او اخ او اخت كان عندهم تايب 2. واخيرا الفيزيكال انكتيفيتي، الناس اللي ما بيتحركوش حد عنده حاجه من رسمهم، بالاضافه ان هو اوبيس حتى لو كان سنه اصغر من 45 سنه. لا تعالى ده انت شكلك كده دايابيتك، تعالى نعمل لك سكريننج ممكن تبقى دايابيتك باحتمال كبير جدا. طيب ايه علاقه البوليسيستولي؟ الكلام ده يا دكتوره شروق هنقوله في مره قادمه. الوزن بس لوحده مش هيبقى هو المقياس بتاعي زي ما احنا اتفقنا. الوزن وعلاقته بالطول، ما ممكن يبقى انا وزني 70 كيلو جرام وطولي مثلا 150 سنتي، انا كده اوبيز. وزني 70 كيلو جرام وطولي 190 سنتي، لا ده انا كده يعني اقل من العادي. الوزن لوحده مش مقياس، الوزن مقارنه بالطول اللي هو البودي ماس اندكس. طيب الجستيشنال دايابيتس هعرف ازاي بقى؟ ازاي اعمل مونيتورنج لعينه الجستيشنال او العينه البريجننت؟ لا مش المكان يا دكتور، الدكتوره او الدكتور اللي بيأثر، الريس نفسه، الناس اللي هم بعض الريس، الناس السود مثلا الافريكان امريكان هم اللي بيبقوا عندهم قابليه اكتر من غيرهم. بعض الناس اللي هم اصولهم من امريكا الجنوبيه، الناس النيتف امريكان، الناس الاسيويين دول بيبقى لهم فرصة أكتر من غيرهم، هم الريس بتاعهم كان من غيرهم يبقى قابليتهم إن هم يبقوا دايركت أعلى من اللي هم عايشين فيه. نقصد العرق بتاعهم أو الريس بتاعهم. جستيشنال دايابيتس سكر الحمل، هنعمل سكريننج زي العيانة البريجننت. أولا كده بادي انفيليت، لازم أستبعد إن هي تكون اصلا دايابيتك. ما هو مين قال لي؟ اول حاجه كده اول فيني اكيد ان هي اصلا مش دايابيتك علشان اقدر افرق هو السكر ده سكر حمل ولا هي من الاول كياني دايابيتك. طيب فرضنا ان هي كانت كويسه، قلنا ان الجستيشنال دايابيتس بيحصل في الترم او الترايمستر الثالث من الحمل اللي هو بدايه من الاسبوع ال 28. علشان كده هنيجي قبلها بشويه بدايه من الاسبوع ال 24 في الحمل او ال 28 نبتدي نعمل لها التحاليل او نبتدي نعمل لها بقى التست اللي هنقول عليه علشان نتاكد ان هي دايابيتك او جالها جستيشنال دايابيتس او لا. فرضا ان هي كان في دايجنوزس فعلا ان هي جستيشنال دايابيتس، فعلا قلنا ان هي كانت جستيشنال دايابيتس هنعالجها بحاله، يلا ممكن في احتماليه ان هي تكمل. علشان كده لازم نعمل مونيتورنج كويس جدا بعد الولاده بسته او 12 اسبوع علشان اتاكد ان هي ما بقتش كرونيك دايابيتك تايب 2. طيب في جمله عدت علينا كده اللي هي الاورال جلوكوز توليرنس تيست. يعني بيعملوا ايه بقى الاورال جلوكوز توليرنس تيست؟ بيخلوا العيان ده ياكل او يشرب 75 جرام من الجلوكوز. هو محلول مثلا جلوكوز، هم حاسبين كميه الجلوكوز اللي موجوده جواه اللي هم 75 جرام، بنديله لود من الجلوكوز ونشوف جسمه هيقدر يتصرف معاه ازاي. هل هو هيتوليريت الموضوع ده ولا لا؟ واقيس له السكر بعدها بساعتين ونشوف بقى هيبقى كام. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن السكريننج ومين الناس اللي عندهم ريسك فاكتورز سواء في التايب او في الجستيشنال دايابيتس. تعالوا بقى نتكلم عن الدايجنوزس. هشخص مرض السكر ينطبق على تايب 1 وتايب 2. اول حاجه الجلايسيميك بارامترز، ما دام قلت جلايسيميك بارامترز يبقى انا هقيس ايه يا جماعه؟ يبقى انا بيقيس لي ايه؟ التحاليل كلها اللي انا هتكلم فيها بتقيس لي ايه؟ جلايسيميك يعني بتقيس لي جلوكوز، اس لي شوجر. تمام كده. اشهر حاجه او اول حاجه بنعملها هي الفاستنج بلازما جلوكوز او بيعملوا له اف بي جي. نورمالي السكر الصايم المفروض يبقى كام؟ من 70 ل 100
أو بعض الروايات الأخرى أو المصادر التانية بتقول من 70 ل 110. أنا هنا بقى بتكلم عن الأمريكان دايابيتس أسوشيشن، حاجة اسمها الـ ADA، ده الريفرنس اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة، اللي هو اللي أنا باخد منه الجايد لاينز بتاعتي اللي هي الـ ADA أو الأمريكان دايابيتس أسوشيشن. ADA هكتبها لكم، تاخد وقت كبير مش مهم، هي ADA American Diabetes Association، بيبقى صعب جدا. تمام، بتقول لي ان السكر الصايم المفروض يبقى من 70 الى 100، وفي بعض الريفرنس الثانيه بتقول من 70 ل 110. طيب المفروض علشان اقول ان العيان ده دايابيتك هقيس له السكر الصايم بتاعه بعد كام ساعه؟ 6 ساعات او 8 ساعات، هلاقي ان هو اعلى من 126. كلام، ايه رايكم في الكلام ده؟ واحد بيستلم سكر صايم لقيته 130 140، لا تعالى ده انت راجل خد علاج بقى من ده. ايه رايكم في الكلام ده؟ هل ينفع؟ محتاج اتاكد. الكلام اللي احنا بنقوله ده اسمه diagnostic criteria، ايه المعايير اللي على اساسها بشخص العيان. لما قلنا criteria يبقى في ارقام، تنقل على اختبار بعد كده للتاكد ان في نسبه خطا في كل اختبار. ماشي، سيف التايت لازم، دي موضوع بالطيب، ده من الحاجات اللي هنقولها كمان شوية. نتأكد، نعمله تحليل يورين. تمام، مش ممكن يكون الراجل ده ملخبط في الأكل قبل ما ينام، فصحي سكره عالي شوية. هل علشان لقيته أعلى من 120 أجزم إن الراجل ده خلاص دايابيتك وابتدي أديله علاج؟ لا، أديله فرصته. بعيد وناخد ايه؟ قراية مرة تانية في يوم تاني ولا في نفس اليوم؟ ايه رأيكم؟ في يوم تاني، في يوم تاني طبعا علشان أضمن إن هو ما يبقاش ملخبط في الأكل ده. يبقى الكلام ده مش قاعدة ثابتة، مش أي عيان هنعمل له الفاست البلازما جلوكوز نلاقيه فوق ال 126 نقول عليه لا ده أنت دايركت تعالى لما أعالجك وأدي لك أدوية. طبعا ميزة الموضوع ده إن هو إيزي أند بريفيرد ميثود، طريقة سهلة بتخلي العيان يصوم له 6 7 ساعات، أو حتى تستغل الفترة اللي هو نايم فيها وتقيس له سكر كده أول ما يصحى وتشوف هو كده. طيب الطريقة التانية اللي كلنا بقى بنعملها في الصيدلية، يدخلك العيان يا دكتور قيس لي سكري كده شوف لي كام دلوقتي، يقول لك سكرك دلوقتي والله 210، لا ده أنت مريض سكر. طيب يبقى الراندوم لازم جلوكوز، لو لقيت إن هو فوق ال 200 ولكن وجود سيمبتومز اقول ان العيان ده دايبتك. وانتين وجود سيمبتومز اقول ان هو دايبتك. ايه السيمبتومز بتاعت الهايبر جلايسيميا؟ البوليوريا، البوليديبسيا، ان اكسبلين ويت لوس. طيب في الحاله دي برضو اقول ان الراجل ده خلاص كده بقى دايبتك؟ لا، نعمل له تحليل مره ثانيه في يوم ثاني، او نعمل له بقى حاجه اسمها اي 1 سي هنقولها حالا. طيب يا اما نعمل حاجه اسمها اورال جلوكوز توليرانس تيست، واتفقنا ان احنا بندي العيان ده كده بنبلعه 75 جرام من الجلوكوز، الجلوكوز لود نضغط عليه شويه كده ونشوف هيتصرف ازاي قصاد الجلوكوز اللي انا اديته له ده لما اقيس له سكره بعدها ساعتين. والله لقيته اعلى من 200 يبقى العيان ده فعلا ده. ولكن برضه نفس القصه، اي بقى حاجه دي قاعده هي اني abnormal test result من الحاجات اللي فوق دي the patient should be tested again، ويستحسن بنفس التست اللي انا كنت عامله له المره الاولانيه. امتى؟ في نفس اليوم ولا بعدها بساعه ولا بعدها يوم تاني؟ او ان انت تعمل له بقى هيموجلوبين A1C اللي هو الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي،
الا بقى لو كان ايه، الا لو كان حاجه لا رجعت فيها، يعني استيلو مثلا الفاستن لقيته مثلا 300، انا جبت قسط مثلا لقيته 300 ولا حاجه والسيمتوم دي كلها موجوده، لا ساعتها الاي 1 سي. ايه هو بقى الاي 1 سي؟ هو الجلايكيتد هو اتحاد مع اكستند الى اي مدى بتتحد الجلوكوز اللي موجود في الدم عندي مع الهيموجلوبين. طبعا كل ما كان الجلوكوز في البلاد عالي كل ما النسبه اللي هتتحد مع الهيموجلوبين هتبقى اعلى واعلى، وبالتالي الميزه بتاعت الاي 1 سي او الجلايكيتد هيموجلوبين او ساعات بيقولوا عليه جلايكوزيتد هيموجلوبين ان هو بيكشف لي البلاد جلوكوز في خلال شهرين او 3 شهور، بيجيب لي كده التاريخ كله بتاع العيان ده شهرين او 3 اللي هي لايف سبان بتاعت الار بي سيز. اول ايه بيقطع؟ نعيد من اول ايه. لا لسه ما قلناش الاي 1 سي انا جزء طبيعي جدا، انا هنا او هل النسبه دي لو زادت ده معناه ايه؟ معناه ان انا الجلوكوز اللي عندي في البلد زياده للدرجه اللي خلت جزء كبير منه يتحد مع الهيموجلوبين، فانا هقيس انهي هيموجلوبين؟ هقيس الهيموجلوبين اللي هو الجلايكيت الهيموجلوبين اللي حصل له عمليه الجلايكيشن او شهرين او شهرين الى 3 شهور. وهنا بقى العيان ما يقدرش يضحك عليا، لا انا هجيب التاريخ كله هشوف انت 3 شهور اخبارك ايه. وطبيعي ان العيان رايح للدكتور بكره يظبط اكله، ما يفطرش، ياكل حاجه كده وينزل الدكتور يعمل له التحاليل في المعمل او الراندوم بتاعه يلاقي ان هي نورمال. ولكن ايه بقى؟ ايه بقى؟ يطلع من عند الدكتور يقوم ضارب صينيه الكوكا المظبوطه وزي الفل مفيش حاجه حصلت وضحك عليا وبان ان هو طبيعي او ان هو سكر يعني على عادي شويه بسيطه فانا سبته. ولكن بقى الاي 1 سي هو اللي بيكشف القصه دي كلها. ياخدوا عينة دم عادي جدا ويحللوها في المعمل ويشوفوا الـ A1C أو نسبة الجلايكيتد هيموجلوبين كام. طيب المفروض إن إحنا نقول إن العيان ده دايبيتك لو كانت نسبة الجلايكيتد هيموجلوبين أعلى من 6.5%. طيب محتاج برضو إن هو يتعاد مرة تانية عشان يتكرر، محتاج برضو يتكرر مرة تانية. تعالوا كده ان عيان عنده انيميا او عيان عنده ملاريا وفي كرونيك انيميا برضه، او عيان تاني انيميا هو اصلا الهيموجلوبين بتاعه قليل، او عيان تاني مثلا حصل له سيفير بلاد لوس او هيموريدج، او عيان مثلا تاني حصل له بلاد ترانسفيوجن. مش كل الحاجات دي هتلخبط لي نسبه الهيموجلوبين، هتعمل لي دايليوشن او هتاثر على الاكيورسي بتاعه التست ده، وبالتالي هيبقى ان اكيوريت ان انا الجأ للاي 1 سي الناس اللي عندهم انيميا او بلاد لوس او كان حصل لهم او تعرضوا الى نقل دم في الفتره القريبه. طيب بعد الثانيه احنا كده بقى اتكلمنا عن الجلايسيميك بارامترز اللي هي بقيس فيها السكر، سواء كان سكر الصايم قلنا اعلى من 126 يبقى دايبيتك، او الراندوم العشوائي في وجود اعراض وهو اعلى من 200، او الاورال جلوكوز توليرنس تيست اللي انا بخلي العيان يشرب 75 جرام من الجلوكوز واقيس له بعدها بساعتين الاقي ان هو اعلى من 200. قلنا اي واحد من دول لازم اعيده يوم تاني الا لو كان بقى حاجه خلاص فظيعه علو، يعني يا اما ان احنا نعمل الاي 1 سي اللي هو الجلايكيتد هيموجلوبين، يا
لو كان أعلى من 6.5% بنقول إن هو دايبر. طيب في حاجات تانية بتقيس لي مش السكر، ما بتقيسليش سكر يعني، ممكن بيقيسوا حاجة اسمها السيبتايد. السيبتايد ده مؤشر إلى كيفية إفراز الأنسولين، قد إيه بيحصل endogenous insulin secretion. عيان التايب 1 اتفقنا إن هو في insulin secretion عنده، لا ده البنكرياس عنده مشطب، وبالتالي هتلاقي نسبة السيبتايد بتاعته قليلة. أما عيان التايب 2 اتفقنا إن هو مش مشكلته الأساسية كانت insulin secretion، كانت مشكلته insulin resistance، وبالتالي أنا لما قست السيبتايد اللي هو مؤشر عن الانسولين سكريشن هلاقي السيبتايد بتاعه مين؟ يا اما نورمال يا اما عالي علشان الهايبر انسولينيا او ان البنكرياس بيحاول يعوض الموضوع ده فبيفرز انسولين اكتر من اللازم. بس اتفقنا ان بعد كده بقى الانسولين خلاص او ان البنكرياس ده خلاص بقى بيحصل له اكزوستشن او بيرهق او بيشطب، وبالتالي العين بيدخل مني في ديفيشنسي في الانسولين، وده اللي بيبرر ان احنا بندي للتايب 2 ساعات انسولين من بره. يا اما بقى يقيسوا بعض الاوتو انتيجنز اللي هي بقى اجينست الانزيمز المسؤوله عن تصنيع او ايه. طيب العيان اللي هو البري دايابيتس، البري دايابيتس قلنا امبيرد فاستنج جلوكوز، يصحى من النوم سكره عادي، اتفقنا ان نورمالي من 70 ل 100، وقلنا اعلى من 126 ده اللي بيبقى دايابيتك. يبقى اذا العيان اللي هو بين البنين اللي هو من كام؟ من 100 الى 125، ده بقول عليه ان هو مش هقول عليه دايابيتك عشان هو لسه ما عداش ال 126، ولكنه خلاص داخل على ان هو يبقى دايابيتك. يا اما نعمل له الاورال جلوكوز تولرنس تيست اللي اتفقنا ان هو كان المفروض يبقى اعلى من ال 200، كنا هنقول عليه ان هو دايابيتك، لا العيان ده ما بين ال 100 وال 200 او ال 140 وال 199، يعني هو برضه داخل على ان هو يبقى دايبتك. يا اما نعمل له الاي 1 سي، اتفقنا ان هو اعلى من كام؟ من 6.5 يبقى دايبتك. هنا مش هيبقى 6.5، لا ده هيبقى اقل من 6.5 بحاجه بسيطه، يعني من 5.7 الى 6.4. طيب الجستيشنال دايبتس ليها برضه كريتيريا علشان ندايجنوز العيانه دي، اتفقنا ان احنا هنبتدي نعمل التيست ده من الاسبوع ال 24 او ال 28. الارقام هتبقى اقل شويه، مش مهم قوي نبقى عارفينها، الكلام ده موجود في الكتب وفي الهاند اوت هيبقى موجود معانا. نشوف بقى التاني ده، اعتقد ان هو ظريف، تعالوا كده نلاقيه مع بعض. ده النورمال بيرسون، ده الاحمر خلاص بقى دخل بقى في الاحمر دايابيتس، الاصفر اللي هو ما بين البنين اللي هو البري دايابيتس. طيب الفاست البلازما جلوكوز اتفقنا اقل من 100، ليه انا قلت من 70؟ بالظبط كده يا دكتوره فاطمه، لانه لو كان اقل من 70 يبقى ده ما بقاش نورمال، ده بقى ايه؟ ده بقى هايبوجلايسيميا. بالظبط كده، يبقى علشان كده بنقول ان النورمال الفاستنج بلازما جلوكوز من 70 الى 100. طبيعي ان انا اصحى من النوم الاقي سكري 50 كده، هيبقى من كام؟ من 100 ل 125،
والدايابيتس بقى بنشخصه لو اعلى من 126. طيب الاي 1 سي قلنا نورمالي ان هو يبقى من كام بقى؟ يبقى اقل من 5.7. طب لو لقيت ان هو من 5.7 الى 6.4 ده كده ان هو بين اللي هو في دايابيتس. طب 6.5 نقول ان هو خلاص بقى دايابيتس ميليتس. طيب الاورال جلوكوز توليرانس تيست بيدل على العيان ده 75 جرام من الجلوكوز ونقيس له سكره بعدها بساعتين، لو لقيته اعلى من ال 200 اقول عليه ان هو خلاص بقى دايابيتك. طيب من 140 ل 200 ده كده اللي هو بين البنين، طب اقل من 140 ده الطبيعي ان انا لما اكل اي جلوكوز المفروض ان جسمي يبتدي يتحكم في الموضوع ده بحيث ان هو ما يعلاش عن ال 140. طيب التيبل ده ما هو الا تجميعه للكلام اللي احنا نحب ناخد كده كيس. تعالى تعالى اما اضحك عليكم شويه. عيانة عندها 54 سنة اوفر ويت 12 كيلو جرام عن وزنها اللي هي المفروض تبقى عليه، من 18 إلى 25. تمام. Her mother and sister both have type 2 diabetes. عندها family history بشكل قوي. مبدئيا كده من خلال الحاجات اقدر اقول على العيانه دي ان هي diabetic من الاول من قبل ما اشوف تحاليل. محدش يقول لي ايوه. ليه بقى؟ لان كل دي ريسك فاكتورز هتؤهلها ان انا اقول لها لا تعالي انت ممكن اخدك كده اعمل لك شويه لاب تيست عشان اتاكد اذا كنت انت دايابيتك ولا لا. 64 سنه، افريكان امريكان، اوفر ويت، ان اكتيفيتي، بتلخبط في الاكل، عندها فاميلي هيستوري، يبقى انت كده عندك احتماليه بشكل قوي. لا تعالي اسمها الفاستن بلازما جلوكوز، سكر صايم كده على الريق لقيناه 12، واحنا قلنا ان هو اعلى من 126 بيبقى دايابيتك. طيب بس هي سكرها دلوقتي 200 اعلى من 126، اذا هي دايابيتك ويلا اديها علاج هي تايب 2 اند بيجين تريتمنت ولا اوبتين انذر جلوكوز. طبعا اكيد مش تايب 1، تايب 1 ده محتاج ان هو يبقى السن الصغير قوي مش 64 سنه. اوبتين انذر جلوكوز كونسنتريشن النهارده ولا اوبتين انذر جلوكوز كونسنتريشن انذر داي، اتفقنا علشان ممكن تكون الست دي كانت ملخبطه الاكل امبارح وضربه صينية بسبوسة مثلا قبل ما تنام ولا حاجة، أو هي صعبة ولا أي سبب إن كان. في يوم تاني نكرر التيست مرة تانية، كلكم جاوبتوا مفيش حد ضحك عليه. طيب نمشي، تعالوا نشوف كيس تاني. المرة دي بقى عيانة عندها 53 سنة برضه ليز اوفر ويت 44 بادنس اندكس بتاعها. اللي كان مالها الست دي كان عندها جستيشنال دايابيتس سكر حمل، وكمان مامتها واختها عندها فاميلي هيستوري قوي. قسنا لها الاي 1 سي لقيناه 7.4، واحنا اتفقنا ان هو فوق 6.5 بيبقى دايابيتس. من اسبوعين هيفرق اذا كان من اسبوعين ولا من اسبوع؟ مش هيفرق لان هو بيقيس لي 3 شهور فاتوا. الفاستنج بلازما جلوكوز بتاعها كان 100. طيب يبقى انا عندي هنا بقى 2 بارامترز للفتره الكيس الاولانيه نفسها بالظبط، بس كان عندها 1 بارامتر كان الموضوع فيه شك وفيه قولان. هنا الموضوع بقى 7.4 ده لا ده مستريح فوق 6.5 يعني برقم معقول. الفاستنج بدل ما هو يبقى 100 او من 70 ل 100 ده عندي بقى 178 هو كمان، يبقى انا هنا عندي ايه بقى؟
عندي two parameters والاثنين بيؤكدوا ان العينة دي فعلا type 2، نبتدي فعلا معاها علاج. الكيس الاولانية على فكرة في حاجة مهمة، ان هي ما عندهاش symptoms of hyperglycemia، يعني هي 212 سكرها عالي، بس ما فيش عندها اي اعراض محتاجة ان نكرر الموضوع او نكرر التست ده مرة تانية في يوم تاني. ولكن هنا عندي two parameters، ال A1C عالي مرتاح، وعندي الفاست البلازما جلوكوز هو كمان عالي، فبالتالي بقى مفيش بقى فرصة إن أنا أعيد فين تاني من الكلام ده، هي فعلا بتاعتي. اي كرونيك ديزيزز ولا اي كارديو فاسكولار ديزيزز تانية، ما عندوش بس حاجة ما حلتوش غير ان هو تايب 2 دايابيتس وعنده 56 سنة. Which set of values is best selection for this of phase A and C blood pressure و LV؟ يبقى هنا دخلت بقى في حتة ان انا عندي عيان دايابيتس، ابتدي تو سيت الجولز بتاعته، ايه اللي انا عايزه من العيان ده على المدى القريب والبعيد، يبقى كنترول عندي زي علشان اقدر اقول ان العيان ده ات جول، يبقى انا هنا بحط اهداف يبقى كام. طيب انا اكتر من 6.5 بنشخصه على انه دايابيتس، هل لو الصوت هو مفيش صوت اصلا انا اصلا ال HDL اللي هو الجود كوليسترول، الهاي دنسيتي لايكوبروتين كوليسترول، اما ال LDL اللي هو الباد كوليسترول. الحالة الأخيرة تاني أنا بشوف الجولز أوف تريتمنت بتاع الكلام ده، إحنا لسه ما خدناهوش، ده مقدمة على اللي إحنا هنقوله كمان شوية. إيه اللي أنا منتظره من العيان ده؟ إحنا قلنا فوق الستة ونص بيبقى بقول عليه إن هو دايابيتك. هل لما أعالجه أبتدي بقى أبتدي أعمل كنترول على العيان ده، هبقى عايز إن الـ A1C بتاعه يرجع أقل من هتبقى راح شوية كده، هديله مساحة. طب البلاد بريشر بتاعه عايز يبقى 120 80 بالظبط، تعالوا كده نشوف الاختيار رقم واحد. هل انا عايزه يبقى 160، انا اسف، عايز الاي 1 سي بتاعه يبقى اقل من 6، عايز ضغطه يبقى اقل من 120 80 يرجع شد مره ثانيه، وعايز ال دي ال يبقى اقل من 70 اللي هو المفروض يبقى اقل من 100 في العادي، ولا نخلي الاي 1 سي اقل من 7 والبلاد بريشر نسمح له ان هو يعلى شويه يبقى 140 80 ال LDL اقل من 100، ولا اخلي ال A1C اقل من 6.5 زي الطبيعي، ولا لا انا لو رفعت زي النورمال بالظبط، لا انا هعمل ايه؟ هسمح له ان ال A1C بتاعه يبقى اقل من 7. الجولز اوف تريتمنت طول ما العيان ده الاي 1 سي بتاعه اقل من 7 انا كده مبسوط بيه وفيري ساتيسفايد. ضغطه عايز يبقى اقل من 140 على 80 علشان تو افويد الكومبليكيشنز او الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز. عايز ال دي ال بتاعه يبقى اقل من 100 طول ما هو ما عندوش اي كارديو فاسكولار ديزيز، هسمح له ان الاي 1 ان ال دي ال بتاعه يبقى اقل، او هحاول ان انا اتحكم في العيان ده على الجولز اللي احنا هنتفق عليها دي. يبقى الجولز اوف تريتمنت للعيان اللي هو او العيان اللي هي نون بريجننت، برايمري جول ان انا اخلي سكر
اختار مظبوط؟ لا، مش ده الهدف الظاهر قدامي، او مش الهدف ده اللي انا عايزه. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز to avoid the acute or chronic complications. ليه مش ايه؟ لان احنا مش هنخلي العيان ده يا دكتور محمد زيه زي نورمال بالظبط. انا عايزه يبقى 6، وانت مش هتعرف توصل مهما اديت له علاج، عمرك ما هتخلي العيان اللي عنده 56 سنه ده سكر اللي من 6. انت كده محتاج مجهود كبير. الناس قالت لك اديت لك براح ومساحه ان هو كمان ما فيش فرق ما بين ان هو يبقى يعني اقل من 6 ولا اقل من 7، مش هيدي لك اي بنفيت في المنطقه. وده بقى بيفتح لنا قصه الايفيدنس بيزد ميديسن. اكتبها لكم هنا بقى في الشات، ايفيدنس بيزد ميديسن، اللي هو الطب المبني على اساس علمي او على نتيجة بقى كلينيكال ابحاث، نتيجة استاذ اتعملت، كل ده بيرسم طيب الفائدة. ايه انتوا مش سامعيني خالص؟ طب لحظة، ادوني مجرد بس 30 ثانية تشيك حاجة عندي. الجولز بتاعتي ان انا تو افويد الكومبليكيشنز، واتفقنا ان الكومبليكيشنز دي يا اما هتبقى اكيوت كومبليكيشنز يا اما كرونيك كومبليكيشنز. طيب من الاكيوت كومبليكيشنز بتاعتنا الايفيدنس بيزد ميديسن، الطب او الممارسات الطبيه المبنيه على اساس علمي، ايفيدنس بيزد هي ليها اساس، ترتكز على ادله. دي جايه منين؟ جايه من ابحاث، جايه من كلينيكال ترايلز، جايه من ستادز اتعملت على مرضى حقيقيين مش على انيمالز. حاجات او نتائج معينه بنستند اليها لما بنيجي نحط الجايد لاينز او ناخد بقى قرار في حاجه معينه. طيب الكومبليكيشنز بتاعتي ممكن تبقى هايبوجلايسيميا. ايه يا عم انت ازاي بتضحك علينا ولا ايه؟ انت بتتكلم في elevated levels of blood sugar من الصبح وجاي دلوقتي تقول لي complications hypoglycemia. How come؟ حد يرد عليا ازاي عيان دايابيتس يبقى complications بتاعته ان هو سكره يوطى اقل من 70؟ ها الجو عملها. بالظبط كده، يبقى الهايبوجلايسيميا هتبقى نتيجة العلاج. واحد بياخد انسولين وخد جرعة غلط، معرفش يحسبها، خد بالسرنجة جاية، خد جرعة زيادة، أو خد انسولين ومكلش كويس، فبالتالي دخل في هايبوجلايسيميا. أو خد دواء أورال برضه ومكلش كويس أو جرعة زيادة فدخل في هايبوجلايسيميا. طيب من الحاجات اللي ممكن تحصل حاجه اسمها الدي كي اي او الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس، هنقولها في وقتها. ممكن يحصل حاجه اسمها هايبر جلايسيميك هايبر مولر نون كيتوتيك سيندروم، وهنقولها في وقتها برده، او هي مش هيجي لها وقتها قوي. ولكن الدي كي اي دي من ضمن الكومبليكيشنز اللي بتحصل لعيان الدايابيتس، وخصوصا
عيان التايب 1 اكتر من تايب 2، سكره بيعلى، يبتدي يظهر كيتون بودز في اليورين. نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان العيان سكره عالي، الانسولين مش موجود، فبالتالي مفيش انرجي، بدأ يحرق الفاتي اسيدز، الليبيدز او الفاتي اسيدز اللي اتكونت هي اللي خلقت وعملت الكيتون بودز اللي ليها اسيدك نيتشر، فبالتالي بقى الجسم فعلا بيحرق الفاتي دكتوره فاتن. فبدأ يحصل ايه بقى؟ ان الفاتي اسيد دي اتكسرت، حولت الى كيتون بودز اسيدك، عملت لي كيتو اسيدوزس او عملت لي ارتفاع في نسبه الحموضه في الدم، ودخلتني في كومبليكيشنز صعبه، هتتطلب ان العيان الدي كي اي ده هيتعالج فين؟ هيتعالج فين عيان الدي كي اي ده؟ بيتعالج ازاي وفين؟ في المستشفى، في غرفه الطوارئ؟ لا، بيدخل الاي ار، ايمرجنسي روم، بس بيفضل في الايمرجنسي روم يقعد له ساعتين كده ويخرج. تحت الملاحظه مثلا ساعه ولا ساعتين ونروحه، ولا بيتحجز في الدور ولا في الاي سي يو؟ تعالج في الرعايه المركزه، تاج كلوز مونيتور. طيب يا اما يحصل هايبر جلايسيميك، هايبر اوزمولر، هنا بقى نون كيتوتيك، يعني ارتفاع في نسبه السكر بشكل مبالغ فيه، وده غالبا بيحصل في تايب 2 اكتر من تايب 1. الكرونيك كومبليكيشنز بتاعت الدايابيتس زي ما كده كانوا قلنا، الترايولوجي او الثلاثي بتاع الكومبليكيشنز اللي هم ريتينوباثي، نيفروباثي، نيوروباثي، حاجات ليها علاقه بالمايكرو فاسكولار او بالبلاد فيسلز الصغيره، اللي هي بقى يحصل مشاكل في النظر، يحصل مشاكل في الكلى، يحصل مشاكل في الاعصاب، دي اشهر حاجه بتحصل. يا اما بقى يبقى على مستوى الماكرو فاسكولار او البلاد فيسلز الكبيره، يحصل كارديو فاسكولار كومبليكيشنز او سيريبرو فاسكولار يدخلني بقى، او بريفرال فاسكولار ديزيز، جلطات وكلام انا به. علشان كده بقى بدانا نحط الجولز بتاعه التريتمنت العيان الدايابيتس. اهم حاجه عندي ان انا عايز عيان الدايابيتس ده يبقى الاي 1 سي بتاعه اقل من 7، كلام واضح. بعض الريفرنسز حاجه زي الامريكان اكاديمي اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست الاي اي سي اي، مؤسسه ثانيه يعني او اورجنايزيشن ثانيه بتحط جايد لاينز قريبه شويه، قالت ان انا عايز اخليها اقل من 6.5. ولكن الموست كومن ان الاي دي اي الامريكان دايابيتس اسوشيشن قالت لك ان احنا هنخليها اقل من 7 زي اللي كنا اتفقنا عليها من شويه. مش محتاج اكتر من كده، عيان ده استيرول الاي 1 سي بتاعه لقيته 6.8، والله ده زي الفل كده ساتسفايد. طيب والله لو كان هو كنترول ده هقيس له الاي 1 سي كل 6 شهور، لو كان هو مش كنترول ده هقيس كل 3 شهور. كوارترلي يعني ربع سنوي يعني كل 3 شهور. بعض الناس مش لازم نقرص عليهم قوي، مش لازم نديله ادويه كتير او نزود له جرعات الادويه علشان نجيب الاي 1 سي بالعافيه ان هو يبقى تحت 7. مين الناس دول؟ واحد عنده شورت لايف اكسبكتنسي، مش متوقع ان هو يعيش كتير، واحد عنده تيرمينال كانسر خلاص اند ستيج وبيودع، تقدر تقرص عليه بقى في ادويه وفي جرعات علشان تخلي الاي 1 سي اقل من 7؟ لا، في الحاله دي قال لك سيبه يبقى اقل من 8، معقول جدا. او واحد تاني عنده ادفانسد كومبليكيشنز، خلاص مهما عملت مش هتعرف تسيطر على الاي 1 سي اذا اقل من 7، خليك واقعي. او حد عنده لونج ستاندنج دايابيتس ذات از ديفيكالت تو كنترول، خلاص بقاله فتره عيان دايابيتك من سنين، 5 سنين، 10 سنين، وخلاص مش قادر تسيطر عليه، ما تقرصش على العيان ده قوي وتخلي الاي 1 سي بتاعه يبقى اقل من 7. بعض الحالات اللي زي دي هنسمح بيها ان يبقى الاي 1 سي اقل من 8، او لو اخر حاجه كان فيه بقى اكستنسيف اذر كوموربيديتيز، في مشاكل ثانيه بقى في القلب، في الضغط كارديو فاسكولار او هكذا، يبقى الاي 1 سي انا عايز يبقى اقل من 7، وبعض الحالات هستثنيها هخليها اقل من 8. طيب الفاستين بلازما جلوكوز
هسمح له ان هو يبقى مش من 70 ل 100 بقى، من 70 ل 130 بالنسبه لواحد ايه، مش واحد نورمال، ده واحد عيان دايابيتك. المفروض ان الفاستنج بلازما جلوكوز ده كان اعلى من 130 بكتير. فانا كفايه جدا يعني اتس ويل اند جود لو انا حافظت سكره يبقى من 70 ل 130، وما قلتش اقل من 130، قلت من 70 ل 130، علشان اقل من 70 هيدخل مني وهيكون جلايسيميا. انا عايز البوست برانديال جلوكوز ما يعديش ال 180 اللي هو الرينال ثريشولد، اللي هو اللي بعد كده هيبتدي يظهر في اليوم. يعني عيان الدايابيتس الاي 1 سي بتاعه اقل من 7، الفاست بلازما جلوكوز من 130، البوست برانديال بعد ما ياكل كده بساعتين تاخده او بساعه تعمل له تحليل سكر تلاقي ان هو تحت ال 180، ده كده راجل متظبط وفي الجول بتاعي زي الفل. طيب ايه مشكله الهايبوجلايسيميا بالمناسبه؟ ليه بنخاف قوي من الهايبوجلايسيميا؟ برين طبعا مفيش جلوكوز هيوصل للبرين، البرين محتاج حاجتين رئيسيين، لو ما وصلوش هيحصل مشكله كبيره. محتاج جلوكوز ومحتاج ايه كمان؟ مين اللي هيقول؟ مش ميه، لا اكسجين. برافو يا دكتور، كل الدكاتره خلاص برافو. طيب ايه ده بالنسبه للجلايسيميك بارامترز، الحاجات اللي معتمده على البلاد جلوكوز اللي هي الاي 1 سي او الفاستن بلازما جلوكوز او البوست برانديال بعد الاكل. نشوف بقى النون جلايسيميك، احنا قلنا ضغطنا عايزين يبقى اقل من 140 على 80، ده بالنسبه للاي دي اي جايد لاينز. في جايد لاينز ثانيه اللي هي بقى متخصصه للهايبرتنشن، ممكن بقى نستعرضها في جزء ثاني مع الكارديو فاسكولار، اسمها جي ام سي 8 او النسخه الثامنه من حاجه اسمها جوينت ناشونال كوميتي، دي بتضع الجايد لاينز الخاصه بالهايبرتنشن. قالت ان احنا حاسس دايابيتس ان هو يبقى 140 على 90، فما فيش فرق كبير ما بينهم 140 80 او 140 90، يعني المهم ان انا ما ازودش عن كده. طيب الليبيدز انا عايز ال دي ام تبقى اقل من 100، ولكن لو العيان ده عنده كارديو فاسكولار ديزيز الحاله دي ال 100 دي مش هتبقى كفايه بالنسبه لي، لا انا عايزه يبقى في الحاله دي بقى اقل من 70. عشان كده الكيس اللي كانت فوق دي لما قلنا ان هو كان مهم جدا ابقى عارف ان هو ما عندوش اي كارديو فاسكولار كومبليكيشنز. تعالوا لما اطلع لكم معايا هنا قلنا ايه فاكرين؟ المهم جدا ان انا اقول ان الراجل ده has no other chronic or history of cardiovascular disease، علشان كده قلنا ان هو يبقى اقل من 100. عارفين لو كان عنده cardiovascular disease كان لازم احافظ على ال LDL بتاعه يبقى اقل من 7. يبقى انا عايز ضغطه ما يقلش او ما يزيدش عن 140 80 او 140 90، عايز ال LDL بتاعه يبقى اقليه، ولو عنده cardiovascular disease اقل من 70، عايز التريجلسرايدز بتاعته تبقى اقل من 50 طبعا تو افويد كل الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز بقى يا دكتوره فاتن. سؤال مهم، حد هنك زيي؟ أنا هنك. تريجلسرايدز يهمني برضو إن أنا أحافظ على بعض الجولز بالنسبة لعيانة الدايابيتس اللي هي الجستيشنال دايابيتس بقى، علشان ما يحصلش كومبليكيشنز سواء ليها أو للبيبي بتاعها. كومبليكيشنز ليه؟ ممكن بقى تدخل في هايبر تنشن، تدخل في تسمم حمل او بري اكلامسيا. انا مش تعبان، انتوا اللي هتتعبوا. انا معاكم لغايه لما تقولوا لي بقى كفايه ومروح عايزين نتسحر. ااا
او ان هي تكمل تبقى تايب 2 دايابيتس ميلينس. طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تظهر بقى على البيبي بتاعها؟ ممكن يحصل له ماكروسوميا، يعني ماكروسوميا يعني يبقى البادي ويت بتاع الطفل المولود كده ما شاء الله حاجه كبيره، وده ايه مشكلته يعني؟ طب ما كويس الولد نزل حلو يعني. طبعا مشكلته الكبيره في الولاده، مش هيعرف ان هو يتولد بشكل نورمال، او ان هو يدخل مني في هايبوجلايسيميا، او يدخل فيلس، او يدخل بقى في ريسبيراتوري ستريس سيندروم، مشكله بقى في التنفس لو اتولد قبل ميعاده. كل دي مشاكل انا عايز تو افويد، علشان كده احط بقى نودز للعيانه اللي هي الجستيشنال فاستنج بتاعها ما يزيدش عن 95. هتلاقوا هنا الارقام في الجستيشن ستريكت شويه. البوست برانديال بعد ساعه يبقى اقل من 140، ساعتين يبقى اقل 120. طيب السؤال بقى دلوقتي، هل في بنفيت لكل الكلام اللي انت عمال بتجري وتحرق فيه ده من الصبح؟ حاطط لنا جولز وحاطط لنا ريستريكشنز، هل الكلام ده يعني لما احنا بنحافظ عليه بيديني بنفيت حقيقيه؟ هيفرق مع العيان بتاعي؟ طبعا هيفرق، والا ما كناش اتكلمنا فيه. طب هيفرق بانه شكل؟ الكلام ده بقى مبني على دراسات وعلى كلينيكال ترايلز وعلى ستاديز. الجلايسيميك كنترول، طول ما انا محقق ال A1C بتاعي اقل من 7 الفاست البلازما جلوكوز من نيفروباثي والنيوروباثي، لكن هل هيقلل في شيء من الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز؟ لا مش هيقلل، مهما عملنا مش هنقدر ان احنا نمنع تماما الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز، ولكن ايه اللي انا هقدر اعمله؟ ان انا هاخر ظهور الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. اتعملت دراسه اسمها ذا ليجاسي افكت، او ليجاسي يعني العربي الميراث. كل ما انت بتعمل دلوقتي بتورث الكلام ده بعدين، يعني كل ما بتعمل ايرلي كنترول على البلاد جلوكوز بتاعك بيديلك فيوتشر كارديو فاسكولار بينفيتس، بيأخر ظهور الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز. هي اي نعم مش هتمنع تماما، ولكن انا هاخرها على قد ما اقدر. طب هقدر امنع تماما الريتينوباثي والنيفروباثي والنيوروباثي؟ هقدر امنعهم تماما لو انا متحكم في البلاد جلوكوز بتاعي. انا جدتي ست عندها ربنا يديها الصحه حاجه و70 سنه وكنترول، وتاخد علاجها وتاخد الانسولين بتاعها وتاخد السيتوفاش بتاعها زي الفل، والحمد لله ما عندهاش حاجه من الكومبليكيشنز. هل ان احنا نقلل الاي 1 سي اقل من 6.5 هيدي لك بنفيت؟ لا مفيش بنفيت فور فيري اجريسيف جلايسيميك كنترول. الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا نخليه اقل من 6، الناس اللي هم المتعصبين دول اللي هم قالوا نبقى اجريسيف ونرجعها اقل من 6، قال لك بالابحاث والدراسات مفيش فايده، ان انت يعني مش هيدي لك اي فايده اضافيه. على ايه تفضل تدي جولز عاليه او تدي ادويه كتير وتكلف العيان وتلخبط العيان وفي الاخر مش هيضيف لك اي شيء. طيب البلاد بريشر كنترول زي ما احنا اتفقنا اقل من 120 80 او 120 90، علشان هيقلل فعلا معايا الماكرو والمايكرو فاسكولار كومبليكيشنز. طبعا الليبيد كنترول او خصوصا ال LDL هياخر ظهور الفاسكولار كومبليكيشنز طبعا، زي ما الدكتوره فاتن كانت بتقول. عشان كده تلاقوا عيان دايابيتس بياخد ايه؟ ياخد ستاتين. تلاقوا دكتور السكر كاتب له اتور 10 او كريستور 10 من غير ما يعمل ليبيد حتى، ولا يشوف بيز لاين تحاليل ولا اي حاجه، تلاقوا كاتب له كده اتور 10 علشان يظبط ال LDL. ده انديكيتد على فكره الكلام ده، لو العيان عنده كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز من حق الدكتور ان هو يكتب له اتور من غير حتى ما يبص على تحاليل. طيب التعبين، ندخل بقى شويه في الدروجز. لعبتنا بقى ده دراج اكسبرت، هي هو الخبير الدوائي قد وصل اللي عارف كل حاجه في الادويه. ها مستعدين نمشي شويه في بعض الادويه؟ وعايزين نرتب ميعاد قريب علشان نقدر ان احنا نكمل ما تنسينا. يعني الحضرة الجاية أنا
مش هبقى موجود معاكم يوم التلات، انا عارف، انا اسف، الظروف خارجة عن ارادتي، ولكن عايزين نحاول يبقى في يوم تاني كده قريب، يعني نبقى مع بعض عشان نكمل على كده، عشان حتى يبقى في نوع من الصوت يعني. طيب إيه، ناخد شوية بقى في الانتي دايبيتك دوجز. عندنا اول حاجة واشهر حاجة البايجونايدز او الميتفورمين، اللي هو فاج او تسيلوفاج، ده من 1 ل 2%. السلفونايل يورياز اللي هي بقى زي الامارينو والدايمايكرون والمينيدياد، ده الكلام ده من 1 ل 2%. والله الناس اللي في سنة أولى دي أنا فرحان بيهم جدا، ودول أكتر ناس أنا شايف إن هم بيستفيدوا يعني. عندنا الميجليتينايدز، حاجات زي النوفو نورما بقى، لو حد يسمع عنه، بيبقى من 0.5 ل 1.5%. الثيابولودين دايونز أو البليتازونز أو اللي هم زي الأفانديا والبلوستين، من 0.5 ل 1.4%. الالفا جلوكوسايديز انهبيتورز زي الجلوكو داي بتاع شركه باير، من 0.5 ل 8%. ايه النسب دي؟ ده السؤال اللي انا هسأله لكم، لازم كده يبقى فيه نوع من السسبنس. هكمل سيبوني اكمل. الدايبيبتيدايل انهبيتورز اللي هم زي الجينوفيا والجالفاس، من 0.5 ل 8%. بعض الحاجات بقى اللي انا مش هركز عليها اللي هم الادويه الثانيه، واخيرا الكومبينيشن برودكتس، او حاجه مثلا زي الامريل ام، زي الجلوكوفانس، زي الافانداريل والافاندامت زمان لو حد كده قبل 2010. دكتور احمد علاء ضيعت السسبنس، محدش يشوف اللي هو كده. ايه بقى النسب المئويه دي؟ 1 2% يعني ايه؟ كلكم والله ما شاء الله قلتوا مش دوزس، لا ولا نسبة الاستخدام ولا تركيبتها. النسب المئوية دي تبتدي مترتبة ترتيب descending، بس تنازلي من الأقوى للأضعف حسب الإفكت بتاعها. وطبعا هو دكتور عيشة لازم تبقي عارفة الكلام ده. كل واحد فيهم بيقلل الـ A1C بنسبة كام في المية؟ الـ A1C اللي احنا قلنا المفروض تبقى أقل من 7%، دي احنا قلنا فوق 6.5 بنشخص العيان على إنه diabetic. كل دواء من الأدوية بيقلل نسبة A1C بنسبة كام في المية؟ وهنا بقى كأني بقول سؤال بقى، إيه يا جماعة البارامتر أساسه بمونيتور الإفكت بتاع الأدوية؟ إيه هو المعيار اللي على أساسه بمونيتور الافكت بتاع الدواء بتاعي؟ هل هو الفاستنج بلازما جلوكوز، ولا هو الراندوم، ولا هو البوست برانديال، ولا هو الاي 1 سي؟ هو الاي 1 سي. نتعلم كده، نحط القاعده ان انا كراجل كلينيكال فارماسيست محترم همونيتور الدواء بتاعي والافكت بتاع الدواء بتاعي عن طريق الاي 1 سي، هو اللي انا حاطط ليه الجول، وهشوف الدواء بتاعي هيقلل الاي 1 سي بنسبه كام في الميه. يبقى انا ليه مرتب الادويه دي ترتيب تنازلي؟ علشان حضرتك لما يجي لك عيان عايز بلان وتاخد ديسيجن الدواء بتاعه، هتقول ان انا من مصلحتي طبعا ان انا اختار الدواء الاقوى، يبقى اختار واحد من الاثنين الاولانيين، علشان هم دول الادويه الاقوى اللي هتقلل الاي 1 سي بتاعي بشكل محترم، حاجه معقوله جدا. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، مش في كل الاوقات بيبقى مناسب ان انا استخدم الميتفورمين او السلفونيل يورياز للعيانين، فبالتالي هلاقي نفسي غصب عني محتاج ان انا اخد دواء من الليسته اللي تحت دي، فهختار الاقوى منهم بناء على فاكتورز بقى معينه هنتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله. بس ده الترتيب التنازلي للادويه على حسب الافكاسي بتاعها. ليه انت ليه عايز تحرمنا من الوقت؟ تسيبنا شويه قاعدين، تسيبني بكره الله يخليك.
شكرا يا دكتور على مجهود حضرتك. دي بين قوسين كده عايزين نمشي. انا كنت افضل ان احنا نتكلم عن الميدفيلم حقيقة. طيب ما نضيعش الوقت وناخد شوية كده نتكلم عن الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج أو السيدوفاج. الميتفورمين اللي هي البايجونايدز يسموها الخلاص بتاعتها اسمها كده. بتشتغل ازاي الميتفورمين أو الجلوكوفاج؟ بيشتغل على الانسولين ريزيستنس أو بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي. الجلوكوفاج بقى 500 او 1000 او السيدوفاج بقى ريتارد اللي هو 850 او السيدوفاج 500 او 1000 برضه اللي عندنا كلنا في الصيدليات طبعا. ده يا جماعه الفيرست لاين اوبشن بالنسبه للدايابيتس تايب 2. طبعا لان تايب 1 بقى ما فيهوش ادويه، تايب 1 على طول انسولين هرمون ريبليسمنت. بيشتغل ازاي؟ الميكانيزم اوف اكشن بغض النظر عن التفاصيل بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي، بيخلي الانسولين يعرف يشتغل. طيب إيه يقال ان هو ليه شويه او ليه رول قليل على ان هو بيقلل الهيباتيك جلوكونيوجينيسيس، ولكن المين رول بتاعه ان هو بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي وبالتالي بيقضي على او يبتدي يقلل من الانسولين ريزيستنس. طيب الدوزنج بتاعه بناخد الانيشال دوز 500 ميلي جرام وانس اور توايس ديلي. ممكن نزود الدوز شويه بشويه، نعمل حاجه اسمها اب تايتريشن، يعني بنبتدي بالدوزز القليله ولو مفيش ريسبونس نبتدي نعلي ات ويكلي انترفلز بشكل اسبوعي. لازم نستسر. طيب الماكسيمم دوز بتاعت التايب بتاعت الميتفورمين 550. احنا عندنا تركيزاته يا اما 500 يا اما 1000 يا اما 850. بناخد ممكن ال 850 ده ثلاث مرات، اللي هم لو ضربنا 850 في 3 ثانية في 3 ب 24 و 5 في 3 150، يعني 2550 فعلا اللي هم نقدر ناخد ال 850 ثلاث مرات. ولكن المور كومن او الموست كومن ان هو بيتاخد 2000 ملي جرام، اللي هو هياخد جلوكوفاج 1000 مرتين في اليوم، ده الماكسيمم ديلي دوز بتاعتنا. طيب سؤال، ايه مشاكل السيدوفاج؟ وهو زي ما احنا هنقول كده ومحطوط في الجايد لاينز كده برنس كده راجل في نفسه لوحده، هو رقم واحد في الانتي دايابيتيك دروجز، وهو اول حاجه بنبتدي نلجا لها. هم ثلاث حاجات، دايت واكسرسايز وميتفورمين، يعني لايف ستايل موديفيكيشن اللي هو بين قوسين اظبط الدايت واظبط الاكسرسايز وابتدي اخد سيدوفاج او جلوكوفاج. ده رقم واحد في العلاج عندي. ولكن العيان اللي هياخد جلوكوفاج بالنسبه لي هيعمل لي هايبوجلايسيميا؟ لا مش هيعمل هايبوجلايسيميا خالص. هيعمل ايه بقى؟ اكتر مشاكل بيعاني منها الراجل اللي لسه بياخد جلوكوفاج الاسبوع ده اهي اهي، دايريا وايبي جاستريك بين، وممكن يبقى فيه سام سورت اوف نوزيا اند فومتنج. ولكن الدايريا من الحاجات اللي بتبقى باذرنج وبتضايق جدا العيانين للدرجه اللي ممكن تخليه يقرف من العلاج كله وما يكملش علاج بالجلوكوفاج. طب انا دوري كصيدلي اكلينيكي هنا اعمل ايه؟ ها؟ ياخد الدواء وسط الاكل، عشان السؤال اللي اتسال قبل ولا بعد، وسط الاكل الجلوكوفاج بيتاخد في وسط الاكل علشان يقلل الافكتس بتاعته على الجي اي تي اللي هو النوزيا والفومتنج والابيجاستريك بين والدايريا. ونقول للعيان ايه كمان؟ نقول له ده حضرتك يعني الافكت ده بيحصل منه توليرانس، او ان انت خلاص بتبتدي تاخد على الموضوع ده اول كام شهر او اول كام يوم او كام اسبوع بس ممكن يحصل موضوع الدايريا، ولكن مع مرور الوقت الموضوع ده هيسبسايد وهيقل جدا،
وعلشان نتفادى القصة دي هناخد الدواء في وسط الأكل. اتفقنا؟ بعض الأعراض التانية بقى اللي بتحصل مع وسط الأكل، أفضل بعض الأعراض التانية اللي بتحصل مع الجلوكوفاج اللي هي هيقلل الأبزوربشن بتاع الفيتامين بي 12، وهيعمل لي حاجة اسمها لاكتيك أسيدس اللي أنا واقفة. لاكتيك اسيدوزس يعني ايه؟ لاكتيك اسيدوزس على الرغم ان هي رير سايد افكت او ادفرس افكت ان هو يحصل، ولكنه فيري سيريس، حاجه فيري سيريس لو حصلت، اللي هي اللاكتيك اسيدوزس، بمعنى ان الجلوكوز بدل ما هو بيتحرق وبيحصل له كونسبشن في سكه الكريبس سايكل اللي احنا كنا بندرسها في البايوكيمستري، لا الكلام ده هيتحرق في anaerobic conditions، يعني anaerobic metabolism of glucose هينتج عنه في الاخر lactic acid اللي هيعمل لي الاسيدوزس او ارتفاع نسبه الحموضه في الدم، وهيسبب لي اعراض مش لطيفه ممكن تؤدي الى لا قدر الله ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيمشي الجلوكوز ان هو يحصل له metabolism في anaerobic conditions؟ وجود anaerobic conditions في حد ذاتها او عدم وجود اكسجين هيمشي لي الجلوكوز ان هو يتحرق في سكه الانايروبيك ميتابوليزم. يبقى اللاكتيك اسيدوزس او اللاكتيك اسيد هو الباي برودكت اوف جلوكوز لما الجلوكوز ده بيحصل له ميتابوليزم في anaerobic conditions. يبقى اي حد اي حاجه هتزود لي البرودكشن بتاع اللاكتيك اسيد هتعمل لي accumulation اللاكتيك اسيد، بتعمل لي لاكتيك اسيدوزس. طيب هو اللاكتيك اسيد ده بيحصل له ميتابوليزم فين؟ بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، وبالتالي اي حاجه هتقلل الميتابوليزم بتاع اللاكتيك اسيد هيحصل له accumulation. يبقى الفاكتورز اللي هتزود احتمالية اللاكتيك اسيدوزس ان هو اوفر برودكشن، يعني وجود انيروبيك كونديشنز يعني هايبو بيرفيوجن، يعني مفيش تيشوز مفيش اكسجين واصل للتيشوز، ومن الناحية التانية ديكريز الميتابوليزم بتاع اللاكتيك اسيد لو العيان ده عنده ليفر امبيرمنت. طبعا هو بيمنع الجلوكوجيني كده. طيب خلوني اتكلم بقى بشكل واقعي بعيدا عن او بشكل كلينيكالي، انا راجل ببص على البيشنت بعيدا عن الباثوفيسيولوجي وبعيدا عن التفاصيل. ايه بقى اللي انا محتاجه ان انا اعمله للعيان علشان ما يدخلش مني لاكتيك اسيدوزس؟ قلنا لاكتيك اسيدوزس هيبقى فيه سيمتومز، ممكن يبقى نوزيا، فوميتنج، انكريزد ريسبيراتوري ريت، معدل التنفس هيزيد، يحصل ابدومينال بين، ممكن يحصل شوك اند تاكي كارديا، ممكن الموضوع ده يبقى فيتال لدرجه انه يعمل ديث. علشان كده هنقول ان اي حاجه هتزود الاكيوميليشن بتاع اللاكتيك اسيد هتعمل لي لاكتيك اسيدوزس. طب ايه اللي هيزود الاوفر برودكشن او الاكيوميليشن بتاعه؟ ان هو وجود انيروبيك كونديشنز. واحد عنده لانج ديزيز، تخيلوا مثلا عنده ازمه او كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او هيس او بي دي، مفيش اكسجينيشن او مفيش perfusion واصل او blood supply واصل للتيشوز، في اكسجين كفايه، وبالتالي انا دخلت في anaerobic conditions، يتحرق الجلوكوز في سكه الانيروبيك ميتابوليزم، مسحراتي وصل عندي. الحاجه الثانيه ان هو عيان عنده مشكله ما بقى في الليفر، وبالتالي هيزيد الاكيوميليشن او هيمنع الميتابوليزم بتاع اللاكتيك اسيد فيحصل له اكيوميليشن، او حد عنده كارديوفاسكولار ديزيز او هايبوكسيك ستيت ان هو خلاص بقى ما فيش اكسجين كفايه، وبالتالي هيدخل في انايروبيك ميتابوليزم للجلوكوز. تعالوا بقى نشوف كده ايه الكونترا اندكيشنز بتاعت الكونترا اندكيشنز بتاعت الميتفورمين او الجلوكوفاج.
ممنوع منعا باتا نستخدمه عيان اللي عنده رينال امبيرمنت. وهنا واقفه. هو مين اللي هيقدر يسيطر لي على الاسيدوسس لو حصلت؟ مين اللي بيعمل لي اسيد بيس بالانس؟ بالظبط كده، اللانس والكيدنس. تمام. يبقى لو العيان ده عنده مشكله كميه في الكيدني مش هتعرف تكنترول او هتسيطر على الاسيدوزس اللي هي ممكن تحصل، وبالتالي هيبقى هيزيد قوي الريسكتك اسيدوزس لو حصل. معلومه في غايه الاهميه، ومعلومه لا بد ان هي تتصحح عند الكثير من الناس. الميتفورمين يا جماعه مش نيفروتوكسيك. الميتفورمين مهواش نيفروتوكسيك. هو كونترا انديكيتد لو العيان ده عنده رينال امبيرمنت، مش علشان هو نيفروتوكسيك، لا، مش زي الانسيدز وزي الامينوجلايكوسايدز وزي الادويه الثانيه النيفروتوكسيك، لا خالص. هو مش نيفروتوكسيك، اخدامه في ظل وجود رينال امبيرمنت هيزود الريسك ان هو يحصل لاكتس. لو حصل منه لاكتيك اسيدوزس والكدني مش شغاله كويس مش هتعرف تلحقني، وبالتالي هيزيد قوي الريسك اسيدوزس وجود رينال امبيرمنت. يبقى هنا القاعده، لو العيان السيرم كرياتينين بتاعه اعلى من 1.5، وظائف كلى بقى، او اعلى من 1.4 في الفينيلز، او حاجه اسمها الكرياتينين كليرنس بقى لما اتعرض لجزء النفرولوجي، ده مقياس لوظائف الكلى، معدل الفلتريشن او الكرياتينين كليرنس يبقى اقل من 30، ده معناه ان الرينال فانكشن عندي مش كويسه، وبالتالي مش هينفع ان احنا نستخدم الجلوكوفاش. رقم اثنين، لو العيان ده عنده 80 سنه متوقع يبقى عنده كوموربيديتيز، متوقع يبقى الرينال فانكشن بتاعه او الليفر برضه مش مظبوط، فمش هستخدم له الجلوكوفاش. لو العيان عنده هاي ريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز او هايبوكسيك ستيت، مفيش اكسجينيشن واصل كويس، وبالتالي هيمشي في سكه الانايروبيك ميتابوليزم، وبالتالي هيتكون اللاكتيك اسيد ويزيد الخطوره بتاعته، فمش هينفع نستخدم الدواء ده للعيان ده. او هيباتيك امبيرمنت اللي هو الليفر اللي اتفقنا ان هو مسؤول عن الميتابوليزم بتاع اللاكتيك اسيد، وبالتالي ممكن يحصل اكيوميليشن لللاكتيك اسيد لو في ليفر امبيرمنت، وبالتالي هيبقى ممنوع. لو حد عنده كونجستيف هارت فيلير وبالتالي مفيش اكسجينيشن بنفس الطريقه. معلومه مهمه جدا، عيان داخل يعمل اشعه بالصبغه راديو كونتراست داي او قسطره، وبالتالي العيان ده هيتعرض للصبغه اللي هي اصلا نيفروتوكسيك، هتخلي وظائف الكلى تبقى مش كويسه، وبالتالي لو دخل وهو ياخد جلوكوفاج احتمال كبير ان هو يحصل له لاكتيك اسيدوزس ويؤدي لا قدر الله الى الوفاه. من الحاجات اللي بتزود احتماليه اللاكتيك اسيدوزس اللي هتدخلني في انايروبيك كونديشنز الميجر سيرجري. العيان داخل يعمل عمليه كبيره. لابد ان احنا نوقف الجلوكوفاج قبلها ب 48 ساعة. يبقى حاجتين، العيان اللي داخل يعمل ميجر سيرجري او داخل يعمل اشعة بالصبغة لازم نوقف السيلوفاج قبلها ب 48 ساعة على الأقل، علشان او ب 24 ل 48 ساعة، علشان احتمالية اللاكتيك اسيدوزس لو حصلت ما تبقاش فيري سيفير او ان هي فيري سيريس وتؤدي الى الوفاة. كان في كيس ريبورت قريت عنها قريب، عيان داخل يعمل ميجر سيرجري ما وقفش الجلوكوفاج قبل ما يدخل، اتعرض لانايروبيك كونديشنز واتعرض الى لاكتيك اسيدوزس وادى الى ان هو الراجل ده دايت. علشان كده ريكومنديشنز، ياخد ايه بديل الميتفورمين؟ سؤال جميل طبعا. يمشي على انسولين، انسولين اللي هو الشورت اكتنج اللي هو الاكت رابيد، يتظبط في المستشفى لغايه لما يعدي المرحله دي ونرجعه تاني للاورال لما يدخل. يبقى الخلاصه، خلاصه القول ان احنا نوقف الجلوكوفاج او الميتفورمين قبل الميجر سيرجيز او قبل الاشعه بالصبغه ب 24 او 48 ساعه، ونرجع نستأنفه مره تانيه بعدها ب 48 ساعه، او لما اتاكد ان وظائف الكلى
بقت كويسة ووقفت على رجليها مرة تانية. هي الاسيدوزس هتحصل من الجلوكوفاج نفسه، تمام؟ العملية هتدخلني في انايروبيك كونديشنز، فده هيزود الريسك. هيبقى عندي تو فاكتورز يزودوا ريسك اللاكتيك اسيدوز. الحاجات اللي في المربعات دي بقى ايه قيمة جدا ان احنا نحافظ عليها. ايه الافكاسي بتاعه؟ قلنا بين 1 ل 2% ريدكشن في الاي 1 سي. كمان ليه بنفيت عظيمه ان هو يقلل الترايجلسترايدز، وان هو يقلل الويت. طبعا هيعمل الدايابيتس لو هو اوبيز. انا بتكلم معاه في 3 حاجات اللي هم ايه؟ بتكبر دايت زائد اكسرسايز، ده اللي هو لايف ستايل موديفيكيشن بلس جلوكوفاج. طبعا الجلوكوفاج هنا هيساعدني ان احنا نعمل ويت لوس، من ضمن الادويه اللي بتستخدم في علاج حتى الاوبيزيتي، ولو ان ده ان ليبل يوز او يعتبر استخدام كده خارج نطاق البامفلت بتاعته او يسموه الاوف ليبل يوز. قريت عنه كلام او بيبرز مؤخرا ان هو مش ريكومندد يعني ان احنا نستخدمه لعلاج الاوبيزيتي بس، ولكن لو العيان بتاعي هيستفيد منه وهو اصلا عيان دايابيتك اديله جلوكوفاج، والله من ناحيه هيقلل الاي 1 سي ومن ناحيه ثانيه هيقلل الويت بتاع العيان بتاعي. يبقى هنقول بقى القاعده الذهبيه اللي مش هننساها ان شاء الله، ان الميتفورمين يعتبر هو الفيرست لاين ثيرابي unless contraindicated unless contraindicated unless contraindicated unless contraindicated. للصبح هفضل اقول ايه الكونتراندكيشنز بتوعه اهم، يعتبر هو الفيرست لاين الا لو كان contraindicated، فطبعا مش هينفع استخدمه ومش هيخرج بره حساباتي تماما لو هو contraindicated. ولكن لو العيان ما عندوش حاجه من الحاجات دي يبقى الفيرست لاين طبعا وانا مستريح هقول الجلوكوفاج. اولا هيديني بنفت كويسه في الاي 1 سي، حاجه بوتنت تو افكتيف، من الناحيه الثانيه هيعمل لي ويت لوس، وممكن كمان يقلل لي نسبه التراي جلسترايدز. طيب السلفونايل يوريز اللي هم بقى الاماريل والدوانيل والمينيديات والدايمايكرون، كل الادويه دي بيسموها انسولين سكريتاجوكس، يعني بيزودوا الستيميوليشن اوف انسولين سكريشن. يعني كل الادويه الميتفورمين او الجلوكوفاج كنا بنقول بيشتغل على الانسولين ريزيستنس، السلفونيل يوريز بتشتغل على تعمل ستيميوليشن للبنكرياس او للبنكرياتيك بيتا سيلز علشان يزود الانسولين سكريشن. طيب في الفيرست جنريشن حاجات دي ما بيقولش يستخدموها، السكند جنريشن بقى ده اللي يهمنا اللي هم الجلايوبرايد اسمه بين قوسين ليفينكلامايد، هو نفس الاسم والله. جلايوبرايد ده في امريكا، اسمه في مصر او في الميدل ايست او في يوروب ليفينكلامايد اللي هو الدوانيل. الجليبيزايد اللي هو المينيدياب، الجلايميبرايد اللي هو الاماريل، وممكن نضيف جنب منهم الجليكلازايد اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الدايا مايكرون. الدايا مايكرون مش من الادويه الامريكان، هو دايا يوروبيان، عشان كده مش موجود في الجايد لاينز بتاعت الامريكان دايابيتس اسوسيشن، ولكنه من الادويه المحترمه جدا. طيب القاعده الذهبيه، الادويه دي بتشتغل على الانسولين سكريشن، بتزود افراز الانسولين. هخاف منها او هخاف من الادويه دي في ايه؟ اول سايد افكت ممكن تعمله لي هايبو جلايسيميا، حاجه هتزود الانسولين سيتويشن، تعمل لي هايبو جلايسيميا. يبقى كل الادويه اللي بتشتغل عن طريق ان هي بتزود الانسولين سيتويشن هخاف جدا ان هي تعمل لي هايبو جلايسيميا، حاجه هتزود لي افراز الانسولين. قاعده كده ثانيه ان كل ادويه السكر بتعمل ويت جين، فبالتالي لما
الاقي دواء بيعمل ويت لوس زي الميتفورمين امسك فيه بايديا واسنين وهيديني دبل بنفيت. ولكن القاعده ان اغلب ادويه الاورال انتي دايبيتكس بتعمل ويت جين. يبقى انا هنا هخاف من الادويه اللي بتزود افراز الانسولين من الهايبوجلايسيميا وهخاف كمان من الويت جين. طيب في ليس كومن سايد افكتس مش مهمه قوي الكونترا اندكيشنز. طبعا يقول لك لو انت عندك حساسيه من اي من مكونات هذا الدواء يبقى موانع الاستخدام طبعا، وخصوصا بقى ان هو ليه نفس النيوكليوس بتاعه السلفونامايدز. يعني لو عيان عنده حساسيه من السلفا احتمال كبير يبقى عنده كروس هايبر سنسيتيفيتي من اي من هذه الادويه، فبالتالي ناخد بالنا لو عيان عنده حساسيه من السلفونامايدز. الحاجه الثانيه البيشنتس اللي عندهم، طب ايه اعراض الهايبوجلايسيميا؟ العيان اللي سكره بيوطى بيحس بايه؟ بيحس ان رجله ناشف، يحس ان هو عطشان، يحس ان هو دايخ، عينيه مزغلله، تاكي كارديا، نوع من النوزيا او الفوميتنج، كل دي بوادر او مؤشرات الهايبوجلايسيميا. طب هل في عيان ممكن ما يحسش بالهايبوجلايسيميا؟ ساعات بيحصل ان الميكانيزم ده مش شغال كويس عند بعض العيانين، وبالتالي ده العيان ده بنقول ان هو عنده هايبوجلايسيميك ان اويرنس، بمعنى ان هو مش هيحس بالهايبوجلايسيميا، وبالتالي اديله دواء يزود له الريسك بتاع الهايبوجلايسيميا ولو حصلت ما يحسش بيها فيحصل له ديث؟ لا طبعا. خلاص احنا هنخلص الميتفورمين، انا اسف السلفوناليورياز، ومش ناوي ان انا اتكلم تاني فعلا. ولكن بقى يهمني بس في ادويه السلفوناليورياز ان هي لو العيان برضه عنده بور رينال فانكشن او رينال امبيرمنت مش هيستخدم الادويه دي، لان هي بتخرج عن طريق الكدني، احتمال تحتاج لدوز ادجستمنت او ان احنا نقلل الجرعات شويه، فيما عدا دواء واحد اللي هو الجلوكيزايد او الميني دياب. ده لو تاخدوا بالكم كده كنت عامل عليه ستار صغيره علشان هو الدواء الوحيد اللي في السلفونال يوريز كلها ما بيحتاجش ان هو او ما فيش منه مشكله مع البور رينال فانكشن او مع رينال امبيرمنت، وبالتالي يستخدم بامان مع الناس اللي عندهم بور رينال فانكشن ان هو ما بيخرجش عن طريق الكدني ونوت اكسكريتد عن طريق الكدني، عكس بقى الجلايكوبرايد والجلايكوبرايد اللي هي الادويه بتاعتها. الافكت بتاعها من 1 لـ 2% برضه حاجه قويه جدا. كان حد بيقول ان هي لما بتزود افراز الانسولين هتعمل ارهاق البنكرياس فهتحول المريض بعد فتره الى تايب 1، ده كلام منطقي جدا وبيحصل الى حد بعيد. يمكن علشان كده السلفونيليوريز مش من اوائل الحاجات اللي بتستخدم، ويمكن ما بتستخدمش للناس اللي هم نيولي دايجنوز. اي حد نيولي دايجنوز بنبتدي نتكلم معاه في اول حاجه في الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، وبنقول هم ثلاث حاجات: دايت، اكسرسايز، ميتفورمين او لايف ستايل موديفيكيشن زائد ميتفورمين. هنا في ملحوظه بالنسبه لكل الادويه هنقولها، ان ايه ده؟ ان كل ما كان الاي 1 سي بتاعك عالي كل ما كانت قدره الادويه دي ان هي تقلله اكبر. يعني لو واحد مثلا الاي 1 سي بتاعه 7% وعيان تاني الاي 1 سي بتاعه مثلا 8.5%، افتكروا الادويه هيبقى تاثيرها مين على مين اكتر؟ على عيان الاي 1 سي بتاعه 8.5% هتبتدي ان هي تجيب معاه نتيجه بشكل احسن. ده الكلام ده ينطبق على كل الاورال انتي دايبيتكس. قبل ما اقفل بقى معاكم الادويه دي احنا بنقول هناخد كده الحاجات المين بوينتس بتاعته واحد فيهم. ليه؟ عشان انا بسلكت العلاج بتاعي على حسب البيشنت بريفرنس. قلنا اول حاجه بستخدم فورمين unless contraindicated، هفضل اكرر من الصبح unless contraindicated، الا لو كان عنده حاجه من contraindications اللي قلناها دي ممنوع نستخدمه. طيب الميتفورمين يبقى احنا بنستخدم بقى، او لما نيجي نختار دواء العيان تايب 2 هنختار بناء على ايه؟ بناء على خمس حاجات. الكلام ده بقى ابديتد في الجايد لاينز الجديده بتاعه 2014
يمكن المحاضره دي ابديتد على اخر درس بتاعت الاي دي ايه. بنقول ان احنا بنختار دواء على حسب خمس حاجات، تفتكروا ايه هم الخمس حاجات؟ يلا بقى نقول، ناس كده تبتدي تشتغل معايا وتقول لي ايه الخمس حاجات اللي انا هختار على اساسهم الدواء، يهمني الدواء ده يبقى ايه. الاي 1 سي اللي هو بين قوسين نقدر نقول يا دكتور محمد او دكتور محمود الافكسي، يبقى انا هكتب كده رقم واحد الافكسي، عشان كده كان مطلوب مننا نبقى عارفين كل واحد بيقلل الاي 1 سي بمقدار كمية، يبقى رقم واحد الافكس. طيب ability of kidney او renal and liver safety كلمة واسعة قوي، تعالوا نقول ال adverse effect profile، نكتب الكلام ده لو قادرين نكتبه. side effects بالظبط او contraindications ماشي. دكتور مين؟ ثواني، في حد هنا قال كلام حلو جدا. صلاح ده واحد يا مؤمن. ايه بقى؟ هايبوجلايسيميك، دكتور خالد قال هايبوجلايسيميك سايد افكت، قلنا كلام في منتهى الروعه. اكتب رقم ثلاثه، انا كتبت رقم واحد الافكسي، كتبت رقم اثنين الادفرس افكت بروفايل، هو هيعمل لي ادفرس افكتس قد ايه والعيان ده هيستحملها ولا مش هيستحملها، انا كده بفصل علاج، بعمل individualization. رقم ثلاثة الهايبوجلايسيميا. سؤال، الميتفورمين بيعمل هايبوجلايسيميا؟ لا. طيب السلفونيليوريز؟ يبقى قلنا رقم واحد الافكسي، رقم اثنين الادفرس افكت، رقم ثلاثة الهايبوجلايسيميا، الدواء ده هيعمل هايبوجلايسيميا ولا لأ؟ إيه كمان بختار على أساس الدواء؟ إداني خمس ست سبع ثمان أدوية هختارها بناءً على إيه؟ هم خمس حاجات، قلنا منهم ثلاثة. فين مين قال إيه؟ الامراض الاخرى إيه؟ لا معلش، ايوه الكوست بقى يا دكتوره فاتن، رقم خمسه الكوست، انا سبت رقم اربعه فاضي، الكوست ان هي فعلا مش من اوائل الحاجات، انا حطيتها رقم خمسه علشان والله يا دكتور خالد بيقول كلام زي الفل النهارده، قلت رقم خمسه الكوست علشان ما هياش فعلا الحاجه المهمه قوي، بس هي برضه من الحاجات اللي بتتحط. الدكتوره لميا قالت نفس الكلام الجميل اللي انا عايز اسمعه، effect on weight. يبقى احنا كده حطينا الخمس حاجات بتوعنا اللي بناء عليهم المره الجايه هنختار العلاج لعيان التايب 2، يعني التايب 1 اتفقنا ان هو ملوش عندي غير ايه؟ غير انسولين. طيب تايب 2 بقى هنختار العلاج بناء على ايه؟ بناء على الافكسي، بناء على الافكت بتاعه على الهايبسيميا، الافكت بتاعه على الويت، الادفرس افكت بروفايل، واخيرا الكوست بتاعت الدواء. اشكركم ونحاول كده ان احنا ان شاء الله نكمل مره ثانيه قريبه علشان نكمل الادويه ونبقى على الانسولينز ونشوف هنتعامل معاها ازاي ان شاء الله في المره الجايه.